السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام مير أهل الرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الأسئلة المقالية على الدرس الخامس استاتيكا لطلاب الصف الثاني الثانوي علمي فقط، وهو درس تلاقي خطوط عمل ثلاث قوى متزنة. بفضل الله نزل لك شرح الدرس عبارة عن جزئين، فكرة الكرة وفكرة القضيب. لو شفتوا الجزئين مفيش أي مسألة حرفيا هتقف معاك، ولو كلامي مش مظبوط اكتب لي في الكومنتات لا يا باشمهندس احنا وقف معانا مسائل. بإذن الله بنشوف فيديو الشرح ان شاء الله بامر الله مش هيوقف معاك حاجه. حلينا مع بعض تمارين الاختر، قلنا هم كانوا 13 سؤال فافكارهم بسيطه جدا جدا، مفيش تنوع في الافكار. انما في المقالي معانا 26 سؤال ب 26 فكره فيهم افكار جميله جدا جدا بامر الله. لو طبعا ما شفتني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول فكرة الكرة، بيقول لي كرة ملساء طول نص قطرها 30 ووزنها 200. طيب احنا عارفين ان الكرة الوزن بتاعها بيأثر من المركز عمودي لتحت، ونص القطر ده مهم جدا جدا، تستند على حائط رأس أملس ومعلقة بخيط طوله 20. تعال بقى نبدأ نرسم يا باشمهندس. دي فكرة الكرة مع الحائط الأملس، قلنا الكرة لها أكتر من حاجة، كرة مع الحائط الأملس أو الكرة مع حيطة مع مستوى، أو الكرة اللي بتستند على قضيبين، كل دي، أو الكرة اللي موجودة على مستوى مائل، كل دي أفكار كرة. طيب بسم الله، تعالى نرسم كده بكل بساطة، تعالى نرسم الكرة الأول وليكن دي كده الكرة بتاعتنا أهي، بعد كده يا باشمهندس هنرسم الحائط أهو كأنه ممس ليها، لا دي كده بعيدة شوية على إيه؟ يعني مثلا ممكن نرسمه من هنا وبعدين نطوله فوق مفيش مشاكل اهو. وليكن كده مثلا، خلاص حلو جدا. اول حاجة بحدد المركز، ده المركز اهو. تاني حاجة الوزن بيبقى عمودي لتحت بالشكل ده كده. ده وزن الكرة اللي هو كام؟ اللي هو 200. عظيم جدا وزي الفل. قال لك ان نص قطرها 30، نص القطر بعمله في حاجتين. أول حاجة بوصل الجزء ده اللي هو لحد نقطة التماس، وبوصل الجزء ده لحد ما أنا هعلق الخيط. طب بعد كده أنا هعلق خيط، فالخيط هيكمل معايا هنا لحد فوق بالشكل ده كده. وصلت؟ وصلت. بعد كده يا باشمهندس تعالى نسمي النقطة دي مثلا د، والنقطة دي أ، والنقطة دي ب. ميم ب ده عبارة عن نص قطر، عبارة عن 30. ميم د ده نص قطر ب 30. الألف د ده الخيط، ما هو الخيط قال لي إن طوله 20، يبقى دي طولها 20. كلام جميل جدا. واحنا عارفين ان الزاويه دي كام؟ 90. معايا دي 30 ومعايا دي 30 و20 50، يبقى اقدر احسب الالف ب من فيثاغورس. يبقى الالف ب عباره عن جذر، ها الوتر اللي هو 50 تربيع ناقص الضلع 30 تربيع يطلع معاك ب 40 سم. يبقى اذا الالف ب ده ب 40. كده احنا ظبطنا شكل المساله، تعال نشوف باقي الكلام. قال لك مثبت احد طرفيه على سطح الكره اللي هو د، والطرف الاخر في نقطه في الحائط اللي هي الف، رأسان فوق نقطة التماس، عايز مقدار الشد في الخيط ورد فعل الحائط. طيب الوزن كده والشد في الخيط ماشي في الضلع ده، حلو، ودي قوة الوزن اللي هي 200 اهي. فاضل مين يا باشمهندس تلاقيهم رد الفعل؟ ما هو رد الفعل بيكون عمودي على المستوى بيمر بنقطة تلاقي القوة اللي هي مين، يعني رد الفعل بيبقى ماشي هنا، فنعتبر ان رد الفعل ماشي في الضلع ده كده، فأصبح المثلث ده هو مثلث القوة بتاعي اللي انا هشتغل عليه يا باشمهندس. هتقول لي ده الرد كده والشد كده، فين الوزن؟ ما قلنا الوزن بيوزن حيطه، يبقى اذا الوزن جاي هنا اللي هو مقداره كام؟ اللي هو مقداره 200، وشيله من تحت خالص، اصبح المثلث ا ب م هو مثلث القوه. يبقى 200 على الضلع بتاعها اللي هو 40، يبقى 200 على ال 40 هيساوي الشد على الضلع بتاعها هيساوي رد الفعل على الضلع بتاعه. الشد الضلع بتاعه 30 و20 50. طب رد الفعل، رد الفعل بتاعه 30 او الضلع بتاعه 30. 200 على 40 فيها الخمسه اصلا، يعني هنا يعتبر 5 على 1. خلاص؟ يبقى اذا ش في 1 بشين هيساوي 5 في 50 ب 250، والوحده بتاعتنا كام؟ ثقل جرام. ورد الفعل في 1 برد الفعل هيساوي 5 في 30 يبقى 150 ثقل جرام. يبقى انا كده الشد ب 250 وعايز مقدار الشد، يبقى هو اول حاجه 250 ورد الفعل اللي هو 150. فكره الكره من الافكار السهله والبسيطه جدا جدا بفضل الله. رقم 2 برضه كره ملساء وزنها 10 جذر 3 ثقل جرام تستند على حائط راسي املس،
ومعلقة من إحدى نقط سطحها بخيط، مثبت الطرف الآخر في نقطة في حيط، تقع رأسان في نقطة التماس، وكان الخيط يصنع مع الرأس زاوية 30، عزل الشد في الخيط ورد فعل الحائط في وضع الاتساع. دي برضو نفس الفكرة، فكرة الكرة اللي بتستند على مستوى. ادي الكرة، وهنعمل مثلا اهو ده الحائط. بعد كده بحدد المركز اهو، المركز ده فايدته ايه؟ ده اللي بينزل منه وزن الكرة عمودي لأسفل، فالكرة دي قال لك وزنها كام؟ 10 جذر 3. خلاص. بعد كده بنعمل حاجتين، بنوصل نص قطر اللي هو العمود على التماس ده، وبطلع لحد فوق. طيب هو بطلع لحد فوق ليه؟ بص، من ميم لدال دي مثلا ده نص القطر، ومن الف لدال سمي دي الف، الف دال ده طول الخيط، تمام، سمي النقطه دي ب. حلو جدا. تعال نكمل مسالتنا. بيقول لي كره ملساء وزنها 10 جذر 3 تستند على حائط راس معلقه من احد النقط اللي هي دال في النقطه سطحها بخيط مثبت الطرف الاخر، الطرف الاخر اللي هو الف. قال لك وكان الخيط بيصنع مع الراس زاويه قصها 30. قال لك الخيط ده بيصنع مع الراس زاويه قصها 30 درجه. طب ما دي 90، يبقى دي بالنسبه لي 60. طب فاضل يا باشمهندس ايه؟ ركز معايا. ده كده الخيط، يعني هنا الشد يعتبر ماشي في الضلع ده. والوزن اهو 10 جذر 3 ماشي هنا. فهم تلاقوا في ميم، ما هو رد الفعل هيكون عمودي على المستوى ولازم يعدي بنقطه تلاقي القوتين التانيين اللي هي ميم، يعني بالشكل ده كده. يبقى اذا يا باشمهندس الضلع ده كده ماشي فيه رد الفعل. فهنا الاسهل ان انا استعمل ليه؟ ليه؟ الزاويه دي 60 ودي زاويه مستقيمه، يبقى الزاويه دي كام؟ 120 ما بين الشد ورد الفعل. حلو. طب ما دي 90، يبقى دي كلها كام؟ 60 و90 150، دي الزاويه ما بين الشد و10 جذر 3 اللي هي الوزن، طبعا الزاويه دي ب 90 درجه. حلو. يبقى ال10 جذر 3 على جذر الزاويه اللي قصادها، او 10 جذر 3 على جذر الزاويه اللي قصادها اللي هي جا 120 هيساوي رد الفعل على جا الزاويه اللي قصادها، يبقى رد الفعل على جا 150 هيساوي يا باشمهندس الشد على جا الزاويه اللي قصادها، يبقى اذا الشد على جا ايه؟ جا 90. خلاص. جا 90 بواحد، هو عايز الشد الاول، يبقى شين على واحد بشين، يبقى تساوي النسبه الاولى دي 10 جذر 3 على جا 120 اللي هي جذر 3 على 2. شيل لي الجذر 3 مع الجذر 3 والاثنين تتضرب في ال 10 يبقى 20، والوحدة بتاعتي ثقل جرام، يبقى إذا الشد بكام؟ ب 20. بعد كده عايز مني رد الفعل. رد الفعل ده في ده يبقى 10 جذر 3 في جا 150 اللي هي نص، اقسمها على جا 120 اللي هي جذر 3 على 2، شيل الاثنين دي مع الاثنين دي، وجذر 3 مع جذر 3 يبقى 10 ثقل جرام. وخلي بالك إن رد الفعل ده لو انا مثلته في مثلث القوه هو الضلع المقابل للزاويه 30 اللي هو نص الوتر، يبقى لازم ان رد الفعل نص الشد. ولكن طالما انت اشتغلت بلامي كمل بلامي، اشتغلت مثلث القوه جمل مثلث القوه، حليت لك اول واحده بمثلث القوه، ثاني واحده بقاعده لامي، والمسالتين يتحلوا عادي جدا بمثلث القوه او قاعده لامي، وهتلاقي التفاصيل دي كلها في فيديو السنه اللي فاتت لو انت عايز تشوف اكتر من كذا حل. رقم 3 مكمل برضو معانا في فكره الكره. بيقول لي كره ملساء وزنها 15 نيوتن تستند على حائط املس معلق بخيط مثبت احد طرفيه في نقطه على سطحها، الطرف الاخر مربوط في الحائط في نقطه على نقطه التماس، اذا كان طول الخيط نفس الفكره بالظبط. دي ثالث مساله على نفس الفكره اهو. ادي الكره وادي الحائط. بنعمل ايه؟ اول حاجه بحدد المركز اهو عشان انزل منه بالوزن عمودي لتحت. الوزن بكام يا باشمهندس؟ قال لك وزنها 15. عظيم جدا وزي الفل. بعد كده بعمل ايه؟ طبعا دي متعلقه بخيط فبعمل دي كده. ورد الفعل بالمره بيكون عمود، احنا قلناها بقى كتير جدا، ولازم يمر بالمركز بالشكل ده كده. ليه؟ لان الضلع ده كده هو رد الفعل، والضلع ده كده ماشي في الشد. تمام تمام. سمي دي النقطه دي دال، وسمي دي الف ودي ب. رد الفعل بيكون عمود على الحائط، يبقى الزاويه دي كام؟ 90. يبقى نقطه تلاقي القوه هي مين؟ حلو. تعال نكمل السؤال. بيقول لي اذا كان طول الخيط بيساوي طول نص قطر الدايره. خلي بالك من ميم لبه ده نص قطر، ومن ميم لدال ده نص قطر، وبيقول لك ان دال الف اللي هو طول الخيط برضه نص قطر. حلو. خلي بالك ان الضلع ميم به اصبح نص الوتر. ازاي يا باشمهندس؟ ما هو ده طالما مثلث قائم وفي ضلع نص الوتر، يبقى الضلع ده مقابل الزاويه 30، يبقى اذا الزاويه دي 30، اذا الزاويه دي 60،
اتحولت لنفس المسألة اللي فاتت بالظبط. ازاي؟ ممكن تحلها بمثلث القوة 30 60 وتجيب نسب أضلاع، ممكن تحلها بلامي زي المسألة اللي فاتت بالظبط. دي 60، يبقى إذا الزاوية اللي جنبها دي 120، والزاوية اللي تحت دي 90، والزاوية دي 60 و90 يبقى 150. يبقى 15 على جا الزاوية اللي قصادها، يعني 15 على جا 120 هيساوي يا باشمهندس رد الفعل على جا الزاوية اللي قصادها، يبقى رد الفعل على جا 150 هيساوي يا باشمهندس الشد على جا الزاوية اللي قصادها، يبقى الشد على جا 90. وزي ما اتفقنا جا 90 بواحد، شين على واحد هتبقى بشين، يبقى تساوي الأولى دي اللي هي 15 على جا 120 اللي هي جذر 3 على 2. 15 على جذر 3 اللي هي 5 جذر 3 في 2، يبقى 10 جذر 3 سكر جرام. وبعد كده رد الفعل هيساوي ده في ده، يبقى 15 في جا 150 اللي هي نص على جا 120 بجذر 3 على 2، شيل الاثنين مع الاثنين، 15 على جذر 3 هتطلع معاك 5 جذر 3 سكر جرام. هو بيقول لي هنا اوجد الضغط، خلي بالك الضغط هو رد الفعل، يعني راه دي هي ضغط، هي ضغط الحائط، ضغط الحائط على الكره اللي هو رد فعل الحائط، خلاص؟ فالضغط اللي هو الاول فعلا 5 جذر 3 والشد 10 جذر 3. طب ليه الرد نص الشد؟ لان الرد اللي ماشي في الضلع ده هو طول الضلع المقابل لزاويه 30، يبقى هو نص الوتر يعني نص الشد، عشان تفهم ان مثلث القوه مرتبط بدرس النهارده، خلاص؟ يبقى رد الفعل او الضغط 5 جذر 3 والشد بيساوي 10 جذر 3، ويبقى كده سؤالك خلص. طيب اللي بعدها بيقول لي كره معدنيه وزنها 15 سكر جرام موضوعه بحيث بتمس مستويين املاسيين، واحد راسي والاخر يميل على الراس بزاويه قياسها 30. دي فكره ثانيه، فكره الكره اللي بتستند ما بين مستوى او مستويين. بص معايا، قال لك في مستوى منهم راسي بالشكل ده كده مثلا، وفي مستوى ثاني بيميل او بيصنع يميل على الراس بزاويه قياسها 30. ركز معايا، يعني في مستوى مثلا كده اهو، المستوى ده بيصنع مع الراس اللي هو ده زاويه كام؟ زاويه 30 كده. الكره دي محطوطه ما بينهم، فالكره دي هتبقى بالشكل ده كده مثلا، هي المفروض الكره تمس المستويين، يعني اعتبرها كده مفيش مشاكل يعني، تمام؟ فتخيل معايا ان الكره محطوطه كده، حلو جدا وزي الفل يا باشمهندس. دلوقتي الكره دي وزنها 15، فالتاثير الوزن ده بيبقى جاي منين؟ بيبقى جاي من المركز اهو. لو اعتبرنا ان ده مركز الكره، فالوزن ده بيكون عمودي الاسفل، نعملها بلون تاني اهو. انا مش عايز دايره والله اهو، ده كده الوزن ماشي، هو عايز يجي هنا مفيش مشكله. ده الوزن اللي هو كام؟ اللي هو 15. حلو، وممكن نكمله عادي جدا، يعني ايه نكمل الوزن ده عشان لو احتاجنا زوايا من تحت. كده مثلا، خلي بالك الوزن كده كده بيوزن الحيطه، ماشي، وادي المركز اهو، حلو. دلوقتي هي لمسه المستويين دول، صح؟ يعني لمساه في نقطه مثلا هنا، ولمساه في النقطه دي مثلا. فخلي بالك دول مستويين املاسيين، يبقى رد الفعل بيبقى عمودي على المستوى، ولازم ينط يعدي بنقطه تلاقي القوه، يعني لازم بالنسبه لي يعدي بالمركز ده، فبالشكل ده كده يا باشمهندس، يبقى انا بالنسبه لي ده كده هيبقى رد فعل، وده كده بالنسبة لي هيبقى رد فعل للمستوى، خلاص؟ يبقى أنا بالنسبة لي القوة الثلاثة دي اتلقت في النقطة دي. سمي دي مثلا راه واحد رد فعل المستوى الأول، وسمي ده مثلا راه اتنين رد فعل المستوى الثاني، وأدي ال 15 نازلة لتحت. يبقى نقطة ميم دي هي نقطة تلاقي القوة، هو عايز رد فعل المستويين، طب هعمل إيه بقى؟ هنا هشتغل زوايا، مفيش مشكلة. خلي بالك إن ده بيوازي ده، فلو دي 30 ده هي 30. بالتناظر حرف الاف. طب ما الزاويه دي كام؟ 90. حلو جدا. طيب لو انا سميت النقطه دي الف ودي باء، فالمثلث م ب الف دي 30 ودي 90، يبقى دي كام؟ 60. حلو. فانا دلوقتي يا باشمهندس، لا احنا ما جبناش دي، مش دي اللي ب 60، معذره. هنسمي دي مثلا، ما فيش هنا مثلث تاني، سيبك من دي خالص، سيبك من دي خالص. بص كده معايا، هي دي اللي ب 60 عامة، يعني شايف المثلث لو انا سميت النقطة دي جيم مثلا،
فده اللي هو ألف ميم جيم دي اللي ب 60، سيبك منها دلوقتي خالص مش عايزها. طيب الوقت أنا عايز أجيب زوايا هنا، عايز أجيب زوايا هنا. طيب دي سهلة، دي 90، دي 90 عشان ده رد الفعل بيكون عمودي، وسمي دي باء زي ما كانت. دي 30 ودي 90 يبقى ده 60، ودي حلوة جدا، ودي كلها 90 يبقى ده 30، ولو دي 30 يبقى دي 30 حرف الإكس، ده عظمة. لو دي 30 يبقى دي 150، ما ده خط مستقيم، ودي بالنسبة لي برضو 90. تعالى بقى نجيب الزاوية بين القوة. طبعا رد الفعل الأول ورد الفعل الثاني الزاوية دي 150. طيب الوزن أهو، ورد الفعل الأول للزاوية دي 30 و90 120. طيب الزاوية بقى ما بين رد الفعل الثاني والوزن دي سهلة خالص، اللي هي 90، يعني الزاوية دي بكام؟ ب 90. بس خلصنا، يبقى 15 على جا الزاوية اللي قصادها، يعني 15 على جا 150 هيساوي رد الفعل الأول على جا الزاوية اللي قصادها، يبقى رد الفعل الأول على جا 90، الكلام ده هيساوي رد الفعل الثاني على جا الزاوية اللي قصادها، يبقى رد الفعل الثاني على جا 120، وزي ما اتفقنا جا 90 بواحد. رد الفعل الأول على واحد يعني رد الفعل الأول هيساوي ده على ده، يعني 15 على جا 150 اللي هي نص، يعني 30، والوحدة بتاعتنا ثقل كيلو جرام. رد الفعل الثاني هيساوي ده في ده، يبقى 15 في جا 120 بجذر 3 على الاثنين على جا 150 اللي هي نص، شيل الاثنين مع الاثنين فيطلع معاك 15 جذر 3 ثقل كيلو جرام. يبقى احنا كده جبنا رد فعل الاول ورد فعل الثاني بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. دي فكره الكره اللي مسنوله بالمستويين، ودي فكره مهمه. رقم 5، وهيبتدي معانا شويه مسائل القضيب. بيقول له علق قضيب منتظم طوله ألف ب، طوله ألف ب اسمه ألف ب، طوله 100 سم ووزنه 30 ثقل كيلو جرام. قضيب منتظم يبقى تأثير الوزن في المنتصف، من طرفي ألف وب بحبلين بحيث طرفهما في مسمار في السقف في نقطة ج، فإذا كان الحبلين متعامدين والطول ألف ج ب 50 أوجد في وضع التوازن الشد. دلوقتي يا باشمهندس أنت معاك قضيب وليكن كده مثلا، القضيب ده متعلق في نقطة فوق أهي، النقطة دي عبارة عن اللي ماسك الطرفين بتوعها، اللي ماسك القضيب ده خيطين، وقال لك إن الخيطين دول متعامدين. تعال بس نسمي كلامنا كده، أدي ألف أدي ب، ده القضيب بتاعنا، وده الخيط الأولاني وده الخيط التاني. حلو، فأنا بالنسبة لي بيقول لك إن أنت متعلقه من نقطة اسمها ج. حلو، بحيث الألف ج ده ب 50، هو اللي قال. طيب القضيب ده منتظم، فتأثير الوزن بتاعه في المنتصف، ده كده المنتصف بتاعه، وأدي الوزن لتحت، عمودي لتحت، هو وزنه كام؟ وزنه 30، عظمة. طوله 100، فالوزن بيأثر في المنتصف، يبقى إذا دي قد دي، يبقى إذا دي 50 ودي كام؟ دي 50. حلو جدا. تاني، قضيب اسمه ألف ب متعلق بخيطين اللي هم ألف ج وب ج، منتظم يبقى تأثير الوزن في المنتصف بالشكل ده كده، دي 50 دي 50 ودي 50 هو قال عليها. حلو، قال لك اذا كان الخيطين دول متعامدين او الحبلين متعامدين اهو، يعني الزاويه دي كام؟ 90. حلو جدا، فاوجد في وضع التوازن، عايز مني الشد في كل من الحبلين. ركز معايا، انا مبدئيا دي كده مثلا ماشي فيها شين واحد، ودي ماشي فيها شين اتنين، شين واحد وشين اتنين اتلاقوا في النقطه دي، يبقى لازم الوزن يقول لهم ايه؟ انا وراك وراك وراكو، ولازم اتلاقى معاك. طيب دي كده مش مظبوطه، فيفضل ان احنا هنعند الوزن شويه. هتقول يا باشمهندس اعرفها ازاي؟ قلت لك عادي جدا، عادي جدا جدا، ماشي. هي الفكره في الدرس بتاع النهارده ان انت تعمل تلاقي لخطوط العمل ليس الا، خلاص هنعمل دي كده اهي، ودي كده على استقامتها برضو اهي، خلاص. هننزل الاول، يعني ممكن نعملها منقطع عشان ما يبقاش شكل الرسم غبي شويه، اهو تعالى نعملها مثلا كده اهي كده. يبقى ده الوزن اهو اللي هو نازل منه، اللي هو كام؟ اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم الوزن 30 بس. فانت كده عندك الشد ده اهو، هنكمله على استقامته، يبقى الشد ده ماشي كده والشد ده ماشي كده والوزن كملناه، يبقى دي نقطة تلاقي خطوط العمل بتاعتنا. شين واحد ماشي في الضلع ده، وشين اتنين ماشي في الضلع دي، وده الوزن اللي هو 30 ماشي في الضلع ده. طيب
هنعمل ايه في المسألة؟ ركز معايا دلوقتي. دي المسألة، حلو، هعمل ايه يا باشمهندس فيها؟ دلوقتي احنا ممكن نحلها بكذا طريقة، دي 50 ودي 50 ودي 50 والمثلث ده قائم، صح؟ ففي ضلع نص الوتر، يبقى ده مقابل لزاوية 30، يبقى اذا الزاوية دي 60. عظمة جدا وزي الفل. لو سميت النقطة دي جيم، جيم منتصف الألف ب، يعني النقطة دي كده أو دي، ده الجيم، يبقى متوسط خارج من رأس القايمة. طيب طالما ده متوسط خارج من رأس القايمة فطوله نص الوتر، حلو جدا، يعني كمان لو أنا عايز الجيم ده هيبقى نص الوتر اللي هو 50. طيب أصبح المثلث اللي هو أ د ج مثلث متساوي الساقين، فلو دي 60 يبقى دي برضه 60، يبقى إذا دي 60، يبقى إذا دي 30. على فكرة أنت كده عملت شغل جميل جدا، عارف ليه؟ هقول لك حالا دلوقتي. دلوقتي دي 90 صح؟ فيبقى دي 90، وطبعا دي 90 فدي 90، واللي فوق دي برضه ب 90. انت كده جبت يا باشمهندس ما شاء الله الزوايا كلها بين القوة، ازاي؟ فبين شين واحد وشين اتنين 90. خلي بالك قوة الوزن اللي هي 30 اهي، وسيبك من اللي تحت ده خالص. فأصبح الزاوية ما بين شين واحد والوزن الزاوية دي اللي هي 90 و30 120. وأصبح الزاوية ما بين شين اتنين والوزن اللي هي الزاوية دي اللي هي 90 و60 150. خلاص يبقى شين واحد على جا الزاويه اللي قصادها، يبقى شين واحد على جا 150 هيساوي شين اتنين، شين اتنين على جا الزاويه اللي قصادها جا 120 هيساوي الوزن اللي هو 30 على جا الزاويه اللي قصاده جا 90، وجا 90 بواحد. كان ممكن احلها بمثلث القوه، ان انا ارسم ده بيوازي ده هنا زي فكره الحبال في الدرس اللي فات، ولكن انا شايف قاعده لامي اسهل. خلاص يبقى اذا شين واحد في واحد بشين واحد هيساوي 30 في جا 150، يبقى 30 في جا 150، جا 150 بنص في 30 يبقى 15 ثقل كيلو جرام. يبقى بالنسبه لي شين 2 بتساوي شين 2 في واحد 30 في جا 120، 30 جا 120 هتطلع 15، لان دي جذر 3 على 2 يبقى 15 جذر 3 ثقل كيلو جرام. يا باشمهندس مسألة جميلة وهندسة الشكل مهمة، إن أنت لازم تعرف كويس جدا جدا تقدر تحسب الزوايا بتاعتك. رقم 6، علق قضيب منتظم طوله 130 وزنه 26 من طرفي تعليقا مطلقا في خيطين مربوطين في نقطة واحدة، كان طول أحد الخيطين 50 وطول الآخر 120، ما هو الوضع الذي يكون فيه القضيب متزنا، وما هو مقدار الشد في كل من الخيطين يا باش مهندس؟ دلوقتي القضيب ده نفس فكرة المسألة اللي فاتت، على فكرة القضيب ده طوله 130، أو تعالى ننزله تحت شوية عشان نكبر مسافة معانا أهو مثلا. خلاص القضيب ده أنا معلقه بحبلين وليكن دي نقطة التثبيت، ماشي. ده الحبل الأول أهو بالشكل ده كده، وده الحبل التاني بالشكل ده كده أهو. طيب القضيب ده هنسميه ألف ب، وقال لك منتظم وزنه او طوله 130، مبدئيا ده شد صح؟ يعني دي الحبال دي فيها شد، يعني دي مكمله كده، او دي يعتبر شين واحد اهي، ودي شين اتنين. شين واحد وشين اتنين اتلاقوا هنا، خلاص يبقى دي تلاقي خطوط العمل، يبقى لازم يتلاقوا بواو، يبقى اذا واو اللي هو الوزن بتاعه هنمد بس ده على استقامتها كده اهي، يبقى واو هنا هنحطها، او هنا هنسمي النقطه دي مثلا د، والنقطه دي ج. ده دي منتصف القضيب لان هو منتظم طوله 130 وزنه 26، يعني دي نازله بكام؟ ب 26 اللي هو الوزن بتاعه. كده انا لقيت خطوط العمل كلها في النقطه اللي هي مين؟ اللي هي ج. طيب تعالى نكمل السؤال. تعليقا في قطين مربوطين في نقطه، واحد منهم ب 50، هنفرض ان ده 50 سنتي، طبعا اللي تحت ده 130 انا قسمته يبقى 65 65، وطول الاخر 120 فده 120 سنتي. هتختبر حاجة بسيطة جدا جدا، ايه هي؟ عكس فيثاغورس، ألف باء تربيع اللي هو 130 تربيع، خلاص واحسبه، وهتجيب الألف جيم الكل تربيع زائد الباء جيم الكل تربيع اللي عبارة عن 50 تربيع زائد 120 تربيع وتحسبه، خلاص؟ طبعا دي صفرين و13 في 13 بكام؟ ايا كان بقى الرقم هتلاقي بالنسبه لي يا باشمهندس ان ا ب تربيع بيساوي ا ج تربيع زائد ب ج تربيع، يبقى اذا المثلث ده قائم الزاويه ب ج، الزاويه ده بكام؟ ب 90.
ودي معلومة مهمة جدا جدا. تعالى بس هحسب لك دول عشان برضه يبقى انا جبت لك الارقام. 130 تربيع ب 1000 16900 خلاص، ودول برضه اكيد باذن الله هيطلعوا 16900. فكده المثلث ده قائم. طب استفدت ايه؟ الجيم دال ده يعتبر متوسط خارج من راس القايمه طوله بيساوي نص الوتر، فالوتر كله 130، يبقى اذا الجيم دال دي طولها 65 زي ما اتفقت. 65 و65 يعني الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، ده مثلث متساوي ايه؟ متساوي الساقين. طب دلوقتي يا باشمهندس انا مش معايا بقى ولا انا عارف اجيب اي زاويه، هقول لك حاجه، انت ممكن تستغل حساب المثلثات ازاي؟ المثلث اللي هو ألف جيم دال انت عارف الثلاث اطوال، هتقدر من جيب التمام تجيب الزوايا وتشتغل مسألتك عادي جدا. ولكن احنا بنعتمد في الاستاتيكا بقى ان احنا ايه، بنلعب على هندسة الشكل، فدي قريبة قوي قوي من فكرة الخيط. بص كده هنمسح بس دي معذرة ونمسح اللي تحت دي. بص معايا، ده انا هرسم اللي بيوازيه اهو، هرسم اللي بيوازيه زي فكرة الخيط بتاع الدرس اللي فات وليكن كده. حلو، يبقى انا بالنسبة لي انا هنقل شين اتنين هنا وشين واحد ماشي في الضلع ده كده، حلو جدا، والوزن ماشي في الضلع ده اهو اللي هو 26. حلو كده، خلي بالك ادي شين واحد وادي الوزن وادي شين اتنين، وانت عارف الضلع بتاع الشين واحد ب 65. حلو جدا، يبقى انت كده بالنسبة لك عرفت ايه يا باشمهندس؟ انا عرفت اللي هو ده الجيم، فاضل اعرف سمي النقطه دي هاء، ده الهاء. هقول لك انا ده الهاء دلوقتي، نقطه د في النص، وانت رسمت ده بيوازي ده، اذا هاء في النص، دي كلها 50، يبقى اذا الهاء ج دي ب 25. خلاص، حلو جدا. طيب ما هو د وهاء في النص، يبقى ده الهاء بيوازي الج بقى بيساوي نصها، يبقى ده الهاء دي بكام؟ ب 60. انت كده عملت مثلث القوى اللي هو المثلث د هاء ج. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس، اشتغل عليه بقى. يبقى شين 2 على الضلع بتاعها اللي هو 60، يبقى شين 2 على 60 هيساوي ال 5 فين؟ ال 26 على الضلع بتاعها اللي هو 65، 26 على 65 هيساوي شين 1 على الضلع بتاعها شين 1 على 25 يا باشمهندس، وكده نقدر نحسب الشد الأول والشد الثاني. هو هنا بيقول لك ما هو الوضع الذي يكون فيه القضيب متزنا؟ الوضع هنا إن الخيطين هيبقوا متعامدين. خلاص؟ يعني هيتزن لما الخيطين يكونوا عاملين زاوية 90. مقدار الشد ده هنحسبه، تعالى نحسب شين 2، يبقى 26 في 60 على 65. 26 في 60 على 65 طلعت معايا ب 24. والوحدة إيه؟ نيوتن. وتعالى نحسب شين 1. ده في ده يبقى 26 في 25 على 65. 26 في 25 على 65 طلعت معايا ب 10 نيوتن. يبقى مقدار الشد يا باشمهندس 24 و10، اهي زي ما هي واضحه قدامك بفضل الله. اهم حاجه تكون بتعرف تعمل مثلث القوى، ده اهم حاجه في المسائل بتاعتنا. رقم 7 بيقول لي ألف ب قضيب منتظم طوله 60 وزنه 40 متصل بمفصل في حائط رأس عند ألف. هيبتدي هنا يروح لك لمسائل المفصل شويه، ومسائل المفصل صدقنا اسهل من مسائل، من اسهل من مسائل الخيط. ده حيطه. هنشوف القضيب ده استقر ازاي. هو قال لك منتظم طوله 60 وزنه 40 متصل بمفصل في حائط رأس عند ألف، حفظ القضيب في وضع افقي. دي اهم حاجه في المساله. طالما وضع القضيب افقي، يعني القضيب اهو كده، وضع افقي بالشكل ده كده. حلو، تعالى نسميه بقى القضيب ده اسمه ألف ب. هو متثبت في ألف، يبقى سمي دي باء وسمي دي ألف، وألف دي مفصل. حلو جدا. وزنه كام؟ وزنه 40، وبيأثر في المنتصف لأنه منتظم أهو يا باشمهندس. يبقى أنا بالنسبة لي دي كده الوزن أهو. حلو، وبالنسبة لي إن هو طوله 60 يبقى دي 30 ودي 30، عشان طالما منتظم يبقى تأثير الوزن فين؟ في المنتصف يا باشمهندس. حلو جدا وزي الفل. حفظ القضيب في وضع افقي بواسطة خيط خفيف يتصل بطرف القضيب عند ب ونقطة ج أعلى حاء. يعني عشان يحصل له اتزان احنا ربطناه بخيط من النقطة ب لحد النقطة ج، والنقطة دي ج متثبتة على الحائط فوق أ، وتبعد عنه مسافة رأسية مسافة 60 سم، فدي عبارة عن 60.
خلي بالك الوضع الافقي مع الحائط الراسي عامل زاويه 90، يعني الزاويه دي كام؟ 90 درجه. وما تنساش ان الف عندها ايه؟ عندها مفصل. عايز كل من الشد في الخيط ورد فعل المفصل. رد فعل المفصل اخر حاجه انا برسمها. طيب اول حاجه انا هلاقي قوه الوزن بالشد، هلاقيها ازاي؟ همدها على استقامتها بالشكل ده كده اهو. فكده بالنسبه لي دول اتلاقوا في النقطه دي، فرد فعل المفصل يقول لهم انا وراك اهو، رد فعل المفصل يجي هنا. حلو جدا. يبقى انا بالنسبه لي رد فعل المفصل ماشي في الضلع ده، والشد ماشي في الضلع ده، والوزن بيوازي الحيطه ونازل لتحت. انا ممكن اجيب الوزن هنا، الوزن اللي هو كام؟ اللي هو 40. خلاص، فاصبح المثلث ده سمي دي هاء وسمي دي دال، فاصبح المثلث الف ه ج، المثلث ده مثلث القوة بتاعي. يبقى انا لازم اجيب اطواله واحده واحده، وهنجيب اطواله بكل سهوله. اول حاجه الالف ب ب60 والالف ج ب60، اقدر احسب ال ب ج من فيثاغورس. يبقى ب ج اللي هو الوتر عباره عن جذر 60 تربيع زائد 60 تربيع، فيطلع معاك ب60 جذر 2 سنتي متر. وركز معايا بقى، النقطه دال دي في النص، وقلنا الدال هاء بيوازي الحيطه، يبقى هاء في النص، يبقى اذا الباء هاء قد الهاء ج. طب دي كلها 60 جذر 2، يبقى اذا دي 30 جذر 2، دي اللي تهمني، واللي تحت برضه 30 جذر 2. اصبح ان ا هاء ده متوسط خارج من راس القيم، لان هاء في النص، فطول المتوسط نص الوتر، يعني برضه ب 30 جذر 2، والضلع ده بكام؟ ب 60. وطالما يا باشمهندس ده 30 جذر 2 وده 30 جذر 2، يبقى الشد بيساوي رد الفعل، وهيبان دلوقتي. هقول الشد على الضلع بتاعه اللي هو 30 جذر 2 هيساوي رد الفعل على الضلع بتاعه 30 جذر 2 هيساوي الوزن اللي هو 40 على الضلع بتاعه اللي هو 60. حلو جدا وزي الفل. هنا على ال 30 وشيل ال 30 و60 على 30 فيها الاثنين. خلاص؟ يبقى اذا الشد بيساوي 40 في اللي قصادها، يبقى 40 جذر 2 على الاثنين يعني 20 جذر 2، والوحده بتاعتنا ايه؟ نيوتن. طب ما احنا عارفين ان رد الفعل بيساوي الشد، يبقى رد الفعل برضه ب 20 جذر 2، لان انت لو حسبته هيبقى 40 في جذر 2 على 2 برضه، يبقى 20 جذر 2 ايه؟ نيوتن. يبقى احنا كده جبنا الشد وجبنا رد الفعل يا باشمهندس. مساله جميله جدا وفكرتها سهله وبتيجي في الامتحانات كتير، خصوصا ان هي مساله كتاب مدرسه. رقم 8، ألف باء ساق منتظم، الساق المنتظمة بتتعامل معاملة القضيب، طولها 80 وزنها 24، الطرف ألف مثبت في مفصل في حائط رأسي، والطرف باء مربوط في خيط خفيف طوله كذا. مثبت الطرف الآخر في نقطة جيم على الحائط، تقع رأسيًا فوق ألف وعلى بعد من ألف 80 سم، فإذا اتزنت الساق أوجب مقدار الشد. هنا ما قالكش الساق دي استقرت في وضع أفقي ولا عاملة زاوية مع الرأسي ولا عاملة زي أفقي، طب هعرفها إزاي؟ ركز معايا. الساق طولها 80. دي أول معلومة. مربوطة في خيط 80 جذر 3. النقطة اللي فوق الحائط 80. تمام. فهنا أنت بتعرف المثلث ده حد الزوايا فيبقى الساق طالع لفوق، ولا منفرج فيبقى الساق دي نازلة لتحت. إزاي؟ إن أنا بختبر عكس فيثاغورس. إزاي؟ باخد أكبر ضلع أربعه، يعني 80 جذر 3 الكل تربيع. طبعا ده عباره عن 80 تربيع وجذر 3 تربيع ب 3. وباخد الضلعين التانيين تربيع، اللي هي 80 تربيع زائد 80 تربيع، يعني 2 في 80 تربيع. خلاص؟ فطبعا كده الضلع اللي لوحده اكبر من مجموع الضلعين التانيين، فده معناه ان هو مثلث منفرج الزاويه. يبقى لازم تعرف، طبعا لو شفت حصه الشرح هتفهم الكلام ده. يبقى كده الساق دي استقرت وهي عامله زاويه منفرجه مع الحيطه، يعني الساق دي وليكن يا باشمهندس استقرت بالشكل ده كده. ودي معلومه مهمه جدا جدا يا باشمهندس، خلاص؟ فكده ده شكل الساق. فهي ا ب رابطينها في مفصل عند ا، يبقى ا دي اللي عندها المفصل وادي ب. طولها 80 وزنها 24، الوزن بيأثر في المنتصف، هنحط مثلا الوزن هنا وننزل عمودي لتحت. ده الوزن. وزنها كام؟ قال لك وزنها 24، ودي بإذن الله قد دي. حلو. قال لك ألف مثبت في مفصل في حائط رأس، والطرف باء مربوط بخيط، طرف باء مربوط بخيط خفيف طوله 80 جذر 3 أهو كده، ده الخيط أهو مربوط في الحيطة.
ثبت الطرف الآخر في نقطة ج مع الحائط الرأس تقع رأسين فوق ألف مسافة 80، يبقى دي 80 سم. خلي بالك إن القضيب ده كان طوله 80، يعني ده 40 وده 40، عظمة جدا. وبالنسبة لي ب ج ده بكام؟ ده ب 80 جذر 3. ما هو ده اللي أنا اختبرت عكس فيثاغورس، الضلع ده تربيع طلع 80 تربيع في 3، وده طلع 80 تربيع في 2، فعشان كده المثلث ده منفرج لأن ده الوتر اللي بيقابل المفصل ده. ففعلا الزاوية دي منفرجة، يبقى القضيب متزن بالشكل ده كده، عشان تبقى فاهم استاتيكا صح بفضل الله. تمام كده؟ خلي بالك ده 80 وده 80، يعني ده مثلث متساوي الساقين لو احنا احتاجناه. إذا اتلزقت الساق عايز مقدار الشد ورد الفعل. أول حاجة احنا هنلاقي القوة ازاي؟ هنلاقي الوزن ده بالشكل ده كده. هتقول لي يا باشمهندس المفروض تيجي في النص، قلنا احنا هنرسم كروكي بقى خلاص، بس احنا فاهمين ادي الدال وادي الهاء كده. الوزن مع الشد، ما هو الشد خلي بالك ماشي هنا، اتلاقوا في النقطة هاي، فرد فعل المفصل يقول لهم ايه؟ وراك وراك مش هسيبكم اهو. فادي يا باشمهندس رد فعل المفصل، فرد فعل المفصل جاي في الضلع ده، والوزن بيوازي الحيطة، يبقى اذا الوزن جاي في الضلع ده، فأصبح المثلث ج أ ه ده مثلث القوة بتاعي المثلث ده. يبقى أنا محتاج أطوال، وركز بقى معايا واحدة واحدة بإذن الله. مبدئيا الدال ه بتوازي ده خلاص، دايما الوزن ما هو عمود لتحت فأكيد بيوازي الحيطة، وده في النص يبقى إذا ه في النص، يبقى إذا دي قد دي، دي كلها 80 جذر 3، يبقى هنا 40 جذر 3 وهنا 40 جذر 3. المرة دي بقى زاوية أ ه مش قايمة، فما أقدرش أقول إن أ ه متوسط خارج من رأس القايمة طوله بيساوي طول نص الوتر، مفيش الكلام ده، ما هي دي صعوبة المسألة. وصلت؟ بس إن شاء الله مفيش حاجة صعبة طول ما أنت مركز معايا. تيجي بقى نرجع لتانية إعدادي، أه هتحل لك مشكلة الضلع أ ه بكل بساطة. أ ب ب 80 وأ ج ب 80، يعني المثلث أ ب ج مثلث متساوي الساقين. قال لك في المثلث المتساوي الساقين لو انت نزلت نصفت القاعده، ما هي دي بتنصف القاعده. فقال لك حاجه جميله جدا، ايه هي؟ ما طالما ده نصف القاعده في المثلث المتساوي الساقين يبقى هو عمود على القاعده، يعني الزاويه دي بكام؟ ب 90. الله الله، دي حلت لك الازمه. ليه؟ اصبح المثلث أ ج ه ده مثلث قائم الزاويه، دي ب 40 جذر 3 ودي 80، اقدر احسب الالف ه من فيثاغورس. فتعالى بقى نحسب الالف ه عباره عن جذر الوتر تربيع الوتر اللي هو 40 جذر 3 الكل، لا الوتر اللي قصاد 90 معذرة اللي هو 80، 80 كمان ماشي، 80 تربيع ناقص 40 جذر 3 الكل تربيع، اعتقد هتطلع ب 40. بسم الله، جذر 80 تربيع ناقص 40 جذر 3 الكل تربيع، طلعت فعلا بكام؟ ب 40 سم. بس كده يبقى اذا الالف ه ده بكام؟ ب 40. كده احنا خلصنا. يبقى رد الفعل على الزاويه على الضلع بتاعه اللي هو 40 هيساوي الشد على الضلع بتاعها اللي هي 40 جذر 3 هيساوي ال 24 على الضلع بتاعها، يبقى 24 على 8، وده هيبقى مثلث 30 60 لان معايا ضلع نص الوتر. بس خلاص احنا هنكمل المساله بالطريقه دي. تمام، هنا على ال 40 فهل 1، هنا على ال 40 فهل جذر 3، هنا على ال 40 فهل 2، 24 على 2 فهل 12، يبقى اذا رد الفعل على 1 بيساوي 12، يعني رد الفعل بيساوي 12، وشين في 1 بشين يبقى شين هتساوي 12 في جذر 3، واحسبها بالآلة يبقى 12 جذر 3، يبقى رد الفعل ب 12 والوحدة بتاعتنا ثقل كيلو جرام، والشد 12 جذر 3 والوحدة برضه ثقل كيلو جرام يا باشمهندس. خلاص، يبقى رد الفعل ب 12 والشد ب 12 جذر 3. بص هو قال لك انا عايز مقدار الشد، فالشد هو في الاول اللي هو 12 جذر 3، بعد كده رد الفعل، رد الفعل اللي هو كام؟ اللي هو 12 بامر الله. خلاص، هل فيها مشاكل؟ باذن الله سهله، هنشوف اللي بعده. 9 بيقول لي كره منتظمه ترتكز على قطبين متوازيين يقعان على مستوى افق واحد، البعد بينهما بيساوي طول نص قطر الكره، اوجد الضغط على كل من القطبين اذا كان وزن الكره بيساوي 60. دي مساله او فكره الكره اللي بتستند على قطبين، ودي فكره مهمه جدا جدا. بص انت دلوقتي معاك كره بالشكل ده كده، عارف قضبان القطر؟ ايوه يا باشمهندس عارفها، هي دي نفس الفكره بالظبط. الكره دي ساند على قطبين وليكن بالشكل ده كده، ده قضيب، انا بقى واخد سايد فيو لي او يعني منظر جانبي لي بالشكل ده كده اهو، كده مثلا
خلاص دول القضيبين اللي هي ساند عليهم اهي. كرة بتنتجز على قضيبين متوازيين زي قضبان القطر اللي هي متوازية، جيت حطيت كرة فوقهم فده منظرها كده. قال لك بيقعون في مستوى أفقي واحد، يعني على نفس المستوى الأفقي، يعني المفروض آخر الخط ده آخر الخط ده، يعني مش بنرسم بدقة قوي فهم مش هيصاب بعض، بس أنت عارف. قال لك البعد بينهم بيساوي طول نص قطر الكرة. البعد ما بين الاتنين دول اللي هي المسافة اللي تحت دي عبارة عن ناقص، كده هنحتاجها. أوجد الضغط على كل من القاضبين إذا كان وزن الكرة بيساوي 60. طيب ده مركز الكرة، فالمركز بيحصل في إيه؟ إحنا عارفين بينزل منه الوزن عمودي لتحت. طب وزن الكرة اللي هي كام؟ قال لك وزن الكرة بكام؟ ب60. طيب خلي بالك، أو شيل الستين دي دلوقتي، سيبها دلوقتي. أقول لك حاجة مهمة. دلوقتي إحنا عايزين نرسم رد الفعل، ما هو رد الفعل بيكون عمودي على مستوى نقطة التماس، دي نقطة التماس ولازم ينور من المركز، يعني ده هيبقى بالنسبة لي رد الفعل الأول، أدي نقطة التماس وهيمر بالمركز بالشكل ده كده، وأدي برضه هنا نقطة التماس وده هيمر بالمركز بالشكل ده كده. حلو؟ حلو. طب بالمرة بقى ارسم البعد ده أهو اللي هو ما بينهم هما الاتنين اللي هي المسافة دي. حلو جدا. فده كده رد الفعل الأول مثلا أو الضغط الأول، وهنا رد الفعل التاني، وده الوزن اللي نازل لتحت. هو قال لك إن البعد ما بين القضيبين المتوازيين دي اللي هي المسافة اللي تحت أو الضلع ده بنق. طب لو أنا سميت النقطة دي ألف ودي باء، فميم ألف ده ما هو نص القطر فده نق، وميم باء برضه نص القطر فده نق، فأصبح المثلث ألف ب ميم مثلث متساوي الأضلاع، يبقى كل زواياه 60، فدي 60 ودي 60. خلي بالك إن دي نازلة عمودي فنازلة بتنصف، يبقى إذا دي 30 ودي 30. عظمة. دي زاوية مستقيمة خدت منها 60، يبقى إذا الزاوية هنا أهو 120. ونفس الحال هنا هيبقى 120. بس انا عايز ايه؟ انا عايز ما بين رد الفعل الثاني والوزن، يعني الزاويه ده اهي، فانا عايز دي اللي هي 150، والناحيه الثانيه برضو عايز دي اللي هي 150. بس كده يا باشمهندس. اه وطبعا دي طالما 30 و30 60، يبقى ده 60 برضو بالتقابل بالراس، وهنا الوزن اللي هو نازل اللي هو وزن الكره اللي هو 60. هنستعمل لام بقى، هما كلهم متلاقين هنا، يبقى 60 على جهه الزاويه اللي قصادها، يعني 60 على جا 60 هيساوي رد الفعل الاولاني على جا الزاويه اللي قصادها، يبقى رد الفعل الاول على جا 150 هيساوي رد الفعل الثاني على جا 150. المقامات متساويه، يبقى اذا ر واحد بيساوي ر اثنين، او الضغط الاول بيساوي الضغط الثاني، هيساوي ده في ده، يبقى 60 في جا 150 اللي هي نص على جا 60 اللي هي جذر 3 على 2. شيل الاثنين مع الاثنين، 60 على جذر 3 تطلع معاك 20 جذر 3، والوحدة بتاعتنا بكام؟ الوحدة يا باشمهندس نيوتن. المسألة سهلة في الحل ولكن فكرتها مهمة جدا جدا معاك. يبقى إذا رد الفعل الأول أو رد الفعل الثاني اللي هو الضغط، خلاص؟ ب 20 جذر 3 زي ما هو واضح معاك. رقم 10 برضه فكرة كرة، بيقول لي كرة مركزها ميم طول نص قطرها 12 وزنها واو، تستند على نقطة باء على حائط رأس أملس ومربوطة بنقطة جيم على سطحها. دي فكرة الكرة مع الحيطة. ادي الكرة، لا احنا مش عايزين كرة كمان، وادي الحائط اهو. خلاص هنحدد المركز بس بالشكل ده كده، وننزل عمودي بالوزن، الوزن اللي هو واو. حلو. قال لك ان طول نص قطرها 12 وزنها واو، تستند عند نقطة باء على حائط رأس، يبقى هي سند على باء هنا على الحيط، فالنقطة دي اللي هي باء أملس ومربوطة من نقطة جيم على سطحها بخيط، احنا رابطينها من جيم، كده كده احنا بنوصل دي، صح؟ النقطة اللي احنا رابطين منها الخيط النقطة دي اللي هي جيم. أهو مثبت الطرف الآخر في نقطة ألف، يعني النقطة دي ألف على الحيطة. حلو جدا. تقع رأسيا أعلى النقطة باء، فإذا كان الشد في الخيط، هو بيقول لك معلومة كده إن الشد اللي ماشي في الخيط ده 50 نيوتن. فأوجد طول الخيط هو وزن الكرة. اوعى تنسى ان هو كان قال لك ان دي 12 اللي هو نص القطر اهو، نص قطرها 12، يعني الميم ب ب12 والميم ج برضه ب12. تستند على النقطة باء على حائط رأس أملس مربوطة بنقطة ج على سطحها بخيط مثبت الطرف الآخر في نقطة أ من الحائط، تقع رأسيا أعلى النقطة باء، فإذا كان الشد في الخيط مقداره 50 نيوتن، فأوجد طول الخيط ووزن الكرة عندما يكون رد فعل الحائط على كرة بيساوي 25. طبعا رد الفعل بيكون عمود على الحيطه ولازم يمر بنقطه تلقي القوه الثانيه اللي هو المركز، خلاص؟ يبقى اذا رد الفعل ماشي في الضلع ده. طبعا الوزن بيوازي الحيطه، فانا ممكن امثل الوزن هنا
طبعا هو قال لي معلومة مهمة جدا جدا، ان رد الفعل بيساوي 25. احنا نعوض بقى على طول، يبقى بالنسبة لي ده كام؟ 25. هقول لك معلومة بسيطة قوي. بص، طالما قوة رد الفعل نص قوة الشد، فكأن الضلع ده نص الضلع ده، مع ان القوة بتتناسب مع الاضلاع، فده معناه ان هي قوة نص قوة الشد، يبقى ده الضلع المقابل للزاوية 30، فدي 30، دي 90، دي 60. ولكن انا هثبتها لك بطريقة تانية خالص. بص معايا كده، المفروض اقول ال 25 على الضلع بتاعها اللي هو ميم ب، صح؟ 25 على ميم ب هيساوي ال 50 على الضلع بتاعها اللي هو أ م. ليه أ م؟ لأن مثلث القوة هو المثلث أ م ب. فلو قلت مقام على مقام، يبقى م ب على أ م بيساوي بسط على بسط، 25 على 50 فيها النص، فده معناه إن م ب نسبته 1 وده نسبته 2، يعني الم ب نص الأ م اللي هو الوتر، يبقى ده مقابل لزاوية 30. يبقى الزاوية دي كام؟ 30، إذا الزاوية دي 60. ممكن أحلها بنسب مثلث القوة، ودي اسهل. ازاي؟ المثلث ال 30 ال 60 بفرض الوتر نسبته 2، فطول الضلع المقابل للزاويه 30 نص الوتر نسبته 1، طول الضلع المقابل للزاويه 60 نص الوتر جذر 3، يبقى ده نسبته جذر 3 بس. يبقى 50 على الضلع بتاعها اللي هو نسبته 2 هيساوي 25 على الضلع بتاعها اللي هو نسبته 1 هيساوي الواو على الضلع بتاعها اللي هي نسبته جذر 3. هنا واو في 1 بواو، يبقى هتساوي 25 جذر 3. يبقى انا عرفت ان الوزن 25 جذر 3 ايه؟ نيوتن. خلاص؟ اهو الوزن اهو. طيب هو عايز مني طول الخيط. طب ما طول الخيط دي سهله. ازاي؟ انا لسه قايل لك م ب نص الوتر اللي هو الالف م. فبما ان م ب بيساوي نص الالف م، يعني الم ب ب 12، يبقى هو نص الالف م، صح؟ او الالف م بيساوي 2 من الم ب، يعني بيساوي 2 في 12 بيساوي 24 سم. يبقى اذا الميم بقى ده كله ب 24، بما ان الميم ج ب 12، اذا الالف ج ب 24 ناقص ال 12 يبقى بيساوي كام؟ 12 سم. يبقى اذا طول الخيط فعلا بكام؟ ب 12، ووزن الكره ب 25 جذر 3. دي فكره سهله وبسيطه جدا جدا بفضل الله. تعالى نشوف اللي بعده. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس رقم 11، بيقول لي قضيب منتظم طوله 80 وزنه 18، ماشي. اقول له كمن طرفيه بحبلين ثبت طرفهما في مسمار في السقف، فاذا كان الحبلين متعامدين وطول واحد منهم ب 48، عايز مقدار الشد في الحبلين عندما يكون القضيب معلق تعليقا مطلقا وفي حاله توازن. طيب ركز معايا يا باشمهندس، مساله جميله. هنعتبر معايا السقف اهو، خلاص حلو. قلنا القضيب لما بتعلق بحبلين طبيعي ان هو هيبقى مايل شويه كده، وليكن كده، حلو. فده انا ربطه بحبل من هنا وربطه بحبل من هنا بالشكل ده كده، خلاص. تعالى مثلا نسمي الالف ب ده القضيب، ودي نقطه التعليق. اقول لك من طرفي بحبلين ثبت طرفهما في مسمار، ده المسمار اللي في السقف، هنسميه النقطه ايه؟ النقطه ج. فاذا كان الحبلين دول متعامدين، يعني الحبلين دول عاملين مع بعض زاويه 90، يعني الزاوية دي بكام يا باشمهندس؟ الزاوية دي ب90، عظمة جدا. بيقول لي طول أحد الحبلين 48، يعني أفرض مثلا إن ده طوله 48، عايز مقدار الشد في كل من الحبلين عندما يقود القضيب معلقا تعليقا مطلقا في حالة توازن. ركز معايا، أنت طبعا هينشأ هنا مثلا قوة اسمها شين واحد، وهينشأ هنا بالنسبة لي قوة تانية اسمها شين اتنين. فشين واحد وشين اتنين اتلاقوا في النقطة جيم، يبقى لازم يا باشمهندس ان قوه الوزن هتتلاقى معاهم. فالوزن قلنا طالما هما الاثنين اتلاقوا هنا، فمن هندسه الشكل هننزل ده كده، ده خط بس وهم كده اهو. هفرض النقطه دي مثلا د، يبقى دي النقطه اللي نازل منها وزن القضيب اللي هو كام؟ اللي هو 12، عظمه. وده قضيب منتظم طوله 80، يبقى دي 40 وده 40، لان طالما منتظم الوزن بيبقى نازل من المنتصف، يبقى اذا دي قد دي، خلاص. فده كده شكل الرسمة بتاعتنا. عشان نطبق قاعدة مثلث القوة وقاعدة لامي، هنا مفيش زوايا، فما اقدرش اطبق لامي، مع ان انا ممكن احلها لك بلامي. طب يا باشمهندس هنحلها ازاي؟ ركز معايا، احلها لك بمثلث القوة بالطريقة اللي احنا عارفينها. ده مثلث قائم الزاوية، ده 40 و40 يعني 80، ودي 48. يبقى انا اقدر احسب البه ج من فيثاغورس، يعني جذر الوتر اللي هو 80 تربيع ناقص الضلع ده اللي هو 48 تربيع،
ونحسب الكلام ده. ادي جذر 80 تربيع ناقص 48 تربيع تطلع معايا ب 64. يبقى اذا الضلع ده بكام؟ ب 64 سم. الوقت القوتين دول متلاقوا انما الوزن ده مش متلاقي معاهم، فركز بقى معايا هنعمل ايه؟ مبدئيا هنرسم اللي بيوازي شين 2 اهو كده مثلا. فده خط اهو، او خليها عشان تبقى منطقيه شويه اهو كده مثلا. ده بيوازي الشين 2 وهنسمي النقطه دي هاء. خلي بالك ان ده في النص وانت رسمت يوازي، يبقى اذا هاء في النص، يعني دي قد دي. حلو، فدي كلها 48 يبقى ده 24 ودي 24. حلو، ده كده مين؟ ده الشين 2 اهو، ده الشين 2. سيبك من الشين 2 دي بقى خلاص، انا نقلتها هنا باللي بيوازيها. فالشين 2 طالعه كده والشين 1 طالعه كده والوزن نازل كده اهو يا باشمهندس. ادي الوزن، الوزن اللي هو كام؟ اللي هو 12. جميل جدا. اصبح المثلث اللي هو الجيم ده الهاء، المثلث ده كده مثلث القوه بتاعه. محتاج اطوله بعد اذنك. اول حته عرفتها الجيم هاء اللي 24 اللي هي ماشي فيها 21. طب الوزن، ركز معايا، الجيم ده ده اسمه متوسط خارج من راس القايمه، طوله بيساوي نص الوتر، يبقى اذا ده ب 40. جميل جدا. دال في النص وهاء في النص، يبقى دال هاء بيوازي به جيم وبتساوي نصها، ما دي 64 يبقى نصها 32. انا خلصت. يبقى شين 2 على الضلع بتاعها اللي هو 32 هيساوي شين 1 على الضلع بتاعها اللي هو كام؟ 24. هيساوي الوزن اللي هو 12 على الضلع بتاعه اللي هو 40. ممكن على 8 فيها 4، على 8 فيها 3، على 8 فيها 5. يبقى اذا شين 1 بتساوي 12 في 3 على 5، يبقى 12 في 3 على 5 يعني 36 على 5 يعني 7.2 من 10. كلام جميل جدا، والوحدة بتاعتنا نيوتن. طب شين 2 12 في 4 وبرضو على 5، 12 في 4 ب 48، 48 على 5 ادي 9، ويفضل لك 3 على 5 يعني 6 من 10، يبقى 9 و6 من 10 ايه؟ نيوتن. يبقى مقدار الشدين 7.2 من 10 و9.2 من 10. مساله جميله. كان ممكن احلها بلامي، افرض مثلا هنا سيتا 1 وهنا سيتا 2 ومد دول على استقامتهم واحل بال 90 او احل بنتيجه لامي، ولكن فكره الخطين احنا بنحل بمثلث القوة، فلازم نبقى عارفينها بصوره كويسه بفضل الله. ده كده السؤال رقم 11، تعال نشوف اللي بعده. السؤال بعد كده يا باشمهندس رقم 12 بيقول لي ا ب سلم منتظم وزنه 36. سلم منتظم زيه زي القضيب المنتظم زي الساق المعدني المنتظم، كل ده بيدل ان تاثير الوزن من النص. يرتكز باحد طرفيها ا على حائط راسي والطرف الاخر ب على ارض افقيه خشن. فاذا كان السلم في وضع التوازن عندما يكون ا على كذا وكذا. المهم ان ده سلم بيستند على حائط راسي املس، وهنفرق ما بينهم، وبيستند على ارض افقيه خشنه. دلوقتي المستوى الاملس احنا بنميزه بالخطوط دي. طب لازم اعملها؟ لا مش لازم خالص. المهم تعرف ان رد فعل المستوى الاملس بيبقى عمودي على الجسم ونقطه التلامس، وادي الارض الافقيه الخشنه بنميزها مثلا باي شكل كده. خلاص حلو جدا وزي الفل. فطبيعي ان السلم مايل كده اهو. حلو، هو قال لك ان الطرف ا هو اللي ساند على الحيطه الراسيه، والطرف باء هو اللي ساكن او لامس الارض الخشنه. اذا كان السلم في وضع التوازن عندما يكون الطرف ا على بعد 3 امتار من الارض، سبيل 3 متر، والطرف باء على بعد 2.5 متر من الارض، عظمه. قال لك عايز رد فعل كل من الحائط والسلم. بص معايا، رد فعل الحائط الاملس بيبقى عمودي على الجسم ونقطه التلامس، يعني بيبقى كده. خلاص؟ حلو. فده بالنسبة لي رد الفعل سميه الأول. طب ده قضيب منتظم فتأثير الوزن في المنتصف. حلو، يعني وزنه نازل كده. جميل جدا. الوزن اللي هو كام؟ اللي هو عبارة عن 36. طيب الوقت لازم ألاقي الوزن مع رد الفعل ده، هعمل إيه؟ عادي جدا، مد دي كده على استقامتها لحد ما تقطع رد الفعل ده. فرد فعل الارض الخشنه عند النقطه دي زي المفصل بالظبط، يقول لهم انا وراكم بقى. خلاص، رد الفعل بتاع الارض الخشنه بيبقى اخر حاجه بتترسم،
فده رد الفعل يا باشمهندس بالشكل ده كده، فادي ر 2 داخل او خارج، قلت لك بناء على المثلث بتاعك. طيب تعالى نشوف مثلث القوة. الضلع ده نازل، نازل اهو، فكده ال 36 اللي هي الوزن ماشيه في الضلع ده، او سمي دي مثلا ج وسمي دي د، فهي ماشيه في الضلع ده الج. ورد الفعل الاول بيوازي اللي تحت، يبقى انا ممكن امشي رد الفعل الاولاني هنا. حلو. طيب بعد كده رد الفعل الثاني طالع كده اهو، ر 2 طالع هنا، فانا كده عملت مثلث القوة اللي هو المثلث ده الج ب، المثلث ده ده مثلث القوة، يبقى لازم اعرف اطواله. طب ركز كده معايا وهنجيبها ان شاء الله. بص معايا دلوقتي يا باشمهندس، انا عارف ايه؟ انا عارف ده الج، ما هي ده الج هي المسافة دي، يعني سميت النقطة دي هاء، فهي الالف هاء، يبقى اذا ده الج دي عبارة عن 3 متر. حلو. يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس انا عرفت القوه اللي هي 36 والضلع بتاعها 3 متر. طيب الوقت يا باشمهندس مش النقطه دي لو انا سميتها واو، واو في النص، ايوه، وانا بالنسبه لي الواو ج بيوازي الالف ه، فلو في توازي وفي نقطه في النص يبقى اذا ج في النص، يعني دي قد دي. يا باشمهندس ما دي كلها 2.5 اللي هي ب ج، يبقى نصها كام؟ 1.25. يبقى انا بالنسبه لي دي 1.25 متر. صغر دي سنه صغيره كده، فدي بالنسبه لي 1.25 متر. كلام جميل جدا. خلي بالك انا كده عرفت الضلع بتاعي هو 1. طب مش ده توازي؟ اه. ودي 90، يبقى دي برضو مالها 90، يبقى اقدر احسب الب د من فيثاغورس، ما دي 1.25 ودي 3، يبقى اذا الب د عباره عن جذر 1.25 تربيع زائد 3 تربيع، لان ده في الوتر، يبقى دي جذر 1.25 تربيع زائد 3 تربيع، تطلع معايا 3.25 متر. يبقى اذا انا عرفت ان الب د ب 3.25 ايه متر. بس يبقى رد فعل الثاني على الضلع بتاعها، يبقى الرد الثاني على 3.25 هيساوي الرد الاول اللي هو اللي تحت على 1.25، يبقى الرد الاول على 1.25 هيساوي الوزن اللي هو 36 على الضلع بتاعه اللي هو 3، يعني 36 على 3 و36 على 3 فيها ال 12. يبقى رد الفعل الاول في 1، يعني رد الفعل الاول عباره عن 12 في 1.25، ويبقى رد الفعل الثاني ده في ده، يبقى 12 في 3.25، ونحسب دي ونحسب دي والموضوع منتهي باذن الله. 12 في 1.25 تطلع معايا 15، والثاني 12 في 3.25 تطلع معايا 39، والوحده بتاعتنا باذن الله سكلي كيلو جرام. بس اهم حاجه تحليل الرسم، تعرف تطلع ردود الفعل صح، تحدد مثلث القوه. المساله خلصت معاك زي ما انت شايف، وتعالى نشوف اللي بعد. طيب رقم 13، الف ب قضيب غير منتظم. دي مساله مهمه جدا جدا. قضيب الغير منتظم بتاثير الوزن بتاعه مش في المنتصف، طوله 60 وزنه 16، يؤثر عند النقطة د من القضيب بحيث أ د بيساوي 20. أنا عرفت نقطة تأثير الوزن، بس أنا لسه مش عارف القضيب التوازن بتاعه إزاي أو مستقر إزاي. فبيقول لي ثبت القضيب في المفصل عند أ، والمفصل مثبت في حائط رأس، كل ده مش عارف لسه. وربط الطرف بقى للقضيب بخيط خفيف مثبت في نهاية النقطة ج، وج فوق أ ب 80، فاتزن القضيب بحيث كان عموديا على الحائط. أنا دي بالنسبة لي أهم حاجة. بص ركز كده، ده الحائط. القضيب طالما اتزن عمود على الحائط يعني اتزن في وضعه افقي، يعني القضيب اتزن كده. حلو جدا. لو انت جيت رجعت للسؤال، فبيقول لك ان ا ب ده قضيب غير منتظم، وهم ثبتوا القضيب في مفصل عند ا، ادي الالف اهي عندها مفصل، وربط الطرف ب اهو، دي الباء ربطناها بخيط خفيف مثبت في نهايته في النقطه ج، يعني ثبتناها بخيط بالشكل ده كده، والخيط ده ربطناه في الحيطه في نقطه اسمها ج، حيث ج فوق الالف ب 80 سم. حلو جدا. تعالى بقى نرجع للقضيب ذات نفسه. طوله 60 وزنه 16 يؤثر عند نقطه د بحيث ا د ب 20. طيب الالف د يبقى اكيد الد هنا مثلا، فدي كده 20 سم. هو كله كام؟ كله 60، يبقى فاضل هنا 40 سم. عظمه عظمه باذن الله. طب بص معايا، تأثير الوزن بيبقى عمودي لتحت يعني كده، بس انا لازم امده على استقامته. ليه امده على استقامته؟
لان ده خيط فبينشأ فيه قوة شد، يبقى انا لازم امد ده على استقامته عشان الاقيها مع الشد. اهو يا باشمهندس هنمد دي كده على استقامتها، حلو، لحد ما هي قطعت الشد في النقطة دي، وهنسمي دي هاء مثلا، هاء، حلو. طيب ركز معايا كده، الشد مع الوزن اتنقوا في النقطة هاء، فالمفصل يقول لهم ايه؟ انا وراك اهو جاي وراك، فادي رد فعل المفصل، يبقى القوة كلها اتلاقت عند النقطة هاء، وده هنسميه رد الفعل. يبقى انا معايا رد الفعل كده والشد كده والوزن اللي هو 16 نازل لتحت. طب تعالى نعمل مثلث القوة. رد الفعل ماشي في الضلع ده اهو، ادي رد الفعل، والشد ماشي هنا، ادي الشد، وسيبك بقى من الاتنين دول خالص. الوزن بيوازي الحيطة، يبقى اذا ال 16 جاي هنا، وسيبك برضو من الاتنين دول خالص. خلي بالك المرة دي ده مش في النص، فهاء مش في النص، فبقى ألف هاء مش متوسط، كل ده مترتب على ده. طب هجيب الأطوال ازاي؟ ركز معايا يا باشمهندس عشان دي فكرة كويسة جدا جدا. بص معايا، مبدئيا ألف جيم ب 80 ودي ب 60، تقدر تحسب لي البه جيم من الفيثاغورس؟ اه، البه جيم عبارة عن جذر 60 تربيع زائد 80 تربيع، تطلع معاك ب 100. يبقى إذا البه جيم دي ب 100، أنا هجيبها إزاي أصلا؟ لأ ده أنا جبتها عشان هحتاجها. إحنا هنا هنرجع لأولى ثانوي. ازاي بقى يا باشمهندس؟ د هاء بيوازي الالف جيم، يبقى المثلث ب د هاء بيشابه ب الف جيم، لان الزاويه دهي تساوي الزاويه دهي بالتناظر، والزاويه دهي بتساوي الزاويه دهي بالتناظر، وزاويه ب مشتركه. فبنقول ان المثلث ب د هاء، المثلث ب د هاء بيشابه المثلث ها ب الف جيم، ب الف جيم. يبقى اذا ب د على ب الف اول حرفين بيساوي ده الهاء على ألف جيم الحرفين اللي بعدهم، الأول مع الأخير به، وهنا البه جيم. تعالى بقى نبتدي نعوض، البه ده ب40 على الباء ألف، الباء ألف كله ب60، هيساوي ده الهاء معرفهاش على الألف جيم، الألف جيم ب80، هيساوي الباء هاء، الباء هاء معرفهاش على الباء جيم، الباء جيم لسه جايبينها ب100. هنا اقدر احسب الدال هاء، يبقى الدال هاء بتساوي 40 في 80 على 60، 40 في 80 على 60 بتساوي كام بقى؟ 40 في 80 على 60 تطلع معايا 160 على 3. يبقى اذا الدال هاء، فين الدال هاء يا باشمهندس؟ الدال هاء دي ب 160 على 3، 160 على 3. طيب تعالى نحسب الباء هاء، الباء هاء يبقى 40 في 100 على 60، 40 في 100 على 60، 40 في 100 على 60 طلعت ب 200 على 3، 200 على 3 دي الباء هاء، 200 على 3. طب ما هي الباء جيم كلها 100 والحته دي 200 على 3، يبقى اذا الهاء جيم عباره عن 100 ناقص 200 على 3، تطلع 100 على 3 اعتقد، 100 ناقص 200 على 3 تطلع فعلا ب 100 على الثلاثة. جبت أطوال كتيرة، تعال بقى نحدد مسدس القوة. طبعا مسدس القوة اللي هو ده أهو، رد الفعل، الشد، والوزن. دلوقتي أنا جبت الضلع ده ب 100 على 3، والضلع ده ب 80، فاضل بس الألف هي. أجيب الألف هي بقى إزاي يا باشمهندس؟ ركز معايا. عشان دلوقتي دي 90 وده في توازي، يبقى دي برضه بكام؟ ب 90. طب انا معايا دي 160 على 3 ودي 20، يبقى اقدر احسب الالف هاء من فيثاغورس. فانا هحسب الالف هاء، المساله دي مهمه جدا جدا، ادي جذر 20 تربيع زائد 160 على 3 تربيع، 20 تربيع زائد 160 على 3 الكل تربيع، جذر 20 تربيع زائد 160 على 3 الكل تربيع، تطلع معايا هي رقم غريب بس ما هو ده اللي طلع، اللي هي بالنسبة لي 20 جذر 73 على 3. الضلع ده اهو 20 جذر 73 على 3. خلاص كده انا جبت الاطوال بتاع مثلث القوة كله. تعالى نصغر دي سنة بسيطة ونبتدي بقى نشتغل بمثلث القوة. دي اللي هي طلعت 20 جذر 73 على 3. يبقى الشد على الضلع بتاعها اللي هو 100 على 3 هيساوي رد الفعل
على الضلع بتاعها اللي هو الرقم الغريب ده 20 جذر 73 على 3 هيساوي يا باشمهندس ال 16 على الضلع بتاعها اللي هو 80. خلاص حلو جدا وزي الفل. يبقى اذا الشد بيساوي 16 في 100 على 3 او 16 في 100 على 3 على المقام ده اللي هو 80. تعال نشوف الكلام ده بيساوي كام. 16 في 100 على 3 على 80 طلعت معايا ب 20 على 3. 20 على 3 اللي هي 6 وثلثين، وده كلام عظيم جدا. يبقى 6 وثلثين اللي هي بالنسبه لي ده قيمه الشد. الوحده بتاعتنا كام؟ ثقل كيلو جرام. طب تعالى نشوف رد الفعل. يبقى 16 في الرقم ده 16 في 20 جذر 73 على 3، الكلام ده كله مقسوم على كام؟ على 80. طيب 16 في 20 جذر 73 على 3 الكلام ده على 80 طلع معايا 11.392. طب هتقول لي الرقم ده بدلالة جذر 73، هقول لك هتعمل ايه؟ هتحسب ال 16 في 20 على 3 او 16 في 20 على 3 وتقوم قاسمها على 80 فتطلع لك 4 على 3 حط لها جذر 73. يبقى 4 جذر 73 على 3 ثقل كيلو جرام يا باشمهندس. يبقى احنا كده بفضل الله جبنا الاثنين. دي من المسائل المهمه جدا جدا، وفكره التشابه مهمه لابعد درجه. 14 بيقول لي ا ب قديم منتظم طوله 2 لام وزنه 8 يؤثر في منتصفه. طالما منتظم واتصل طرفه ا بمفصل مثبت في حائط راس وطرفه ب مربوط في احد نهايتي خيط خفيف ونهاية الاخرى الخيط مثبته في نقطه ج على الحائط تقع راسان على ا، اذا كان ا ب بيساوي ا ج بيساوي ب ج، يعني ده مثلث متساوي الاضلاع يعني كل زوايا 60. طب افهم من كده ايه؟ ده نفهم من كده معلومه مهمه جدا جدا، ان القضيب ده اتزن وهو مايل لفوق بالشكل ده كده. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه حالا. ما بص انا بفهمك، انا مش برمي لك الحل وخلاص. هو قال لك الثلاث اضلاع دول قد بعض. طب عرفت منين الثلاث اضلاع دول قد بعض؟ لان ا ب ده القضيب اهو حلو طوله 2 لام وزنه 8 ومنتظم، يبقى بيأثر في المنتصف. سمي دي النقطه دي د، يبقى اذا دي قد دي. طب هو طوله كله 2 لام، يبقى اذا دي لام ودي لام، عظمه. ده الخيط يعني ماشي فيه قوه الشد، عظمه. طب انا هلاقي قوه الوزن، ما هي قوه الوزن يا باشمهندس نازله لتحت كده، فانا لازم الاقي نقطه الوزن دي باللي فوق بالشكل ده كده، وليكن في نقطه هنا اسمها، فده الوزن اللي هو كام؟ قال لك وزنه 8. فانا لقيتهم هنا في النقطه ها، يبقى الشد مع الوزن اتلاقوا، وده المفصل بتاعي. حلو. يؤثر في منتصف الطرف الف، الطرف الف بمفصل مثبت في حائط راس وطرفه باء، اللي هو الطرف ده مربوط في احدى نهايتي خيط خفيف والنهايه الاخرى الخيط مثبته في نقطه ج على الحائط اهي، بحيث الثلاث اضلاع دول قد بعض، يعني دي 60 ودي 60 ودي 60، عشان كده انا عرفت ان هو مايل لفوق. لو مايل لتحت هتبقى الزاويه منفرجه، لو في وضع افقي يبقى الزاويه 90. حلو. طيب عايز مقدار الشد ورد فعل المفصل. تعالى بقى نفهم مبدئيا، دي بتوازن حيطه وده في النص، يبقى اذا هقف في النص، يبقى اذا دي قد دي. طبعا خلي بالك ده مثلث متساوي الاضلاع، ما هو الثلاثه قد بعض، يبقى دي برضو لام ودي لام والضلع ده 2 لام. جميل جدا. في مشكله هي فاضل رد فعل المفصل. اقول لك سهله، رد فعل المفصل بيقول لك انا وراهم، انا وراهم اهو، فرد فعل المفصل طالع كده اهو رد الفعل بتاع المفصل، والوزن هنجيبه هنا اهو الثمانية كده، اصبح الوزن اهو ورد الفعل اهو والشد ماشي في الضلع ده. حلو جدا يا باشمهندس. الثمانية اللي هي الوزن ضلعها 2 لام معروفه، سيبك من الثمانية ده عشان ما تلخبطش، سيبك من الشد ده خالص، والشد الضلع بتاعه لام. فاضل لي بس يا باشمهندس الالف هاء ده. طب ما هنجيبه، والموضوع بسيط جدا. ليه؟ المثلث ده متساوي الاضلاع، وطالما هقف النص يبقى ده 90. دي من خواص المثلث متساوي الاضلاع ومتساوي الصفين. لو هقف النص المتوسط بيبقى عمود على قاعده وبينصفه. طب ما الضلع ده لام والضلع ده 2 لام، يبقى اقدر احسب الالف هاء من فيثا غرس. اه يبقى الف هاء بيساوي ادي جذر ها دي 90، فده الوتر. يبقى الوتر تربيع يعني 2 لام الكل تربيع، ناقص الضلع ده تربيع يبقى لام تربيع، ده 4 ناقص 1 يعني جذر 3 لام تربيع يعني جذر 3 لام.
حلو، يبقى اذا انا عرفت ان الالف هاء ده بجذر 3 لام، يبقى رد الفعل على الضلع بتاعها، يعني رد الفعل على جذر 3 لام هيساوي الشد على الضلع بتاعه اللي هو لام هيساوي 8 على الضلع اللي هو 2 لام. شيل لام مع لام مع لام، يبقى رد الفعل على جذر 3 هيساوي الشد على 1 هيساوي 8 على الاتنين في هال 4. هنا المقام بيساوي المقام، يبقى البسط بيساوي البسط، يبقى الشد بيساوي 4 سوق للكيلوجرام. طب هنا رد الفعل في 1 برد الفعل هيساوي ده في ده، يبقى 4 جذر 3 ثقل كيلو جرام. يبقى اذا الشد ب 4 اهو، ورد الفعل ب 4 جذر 3، لان ده مثلث 30 60 اللي هو المثلث ا ه ج، ودي برضو من المسائل المهمه جدا جدا. تعال نشوف اللي بعده. 15 بيقول لي ا ب قضيب منتظم طوله 60 وزنه وصوب طرفه ا في مفصل في حائط راس، والطرف ب مربوط بخيط خفيف طوله 80 مثبت في نقطة في نهاية حائط رأسين فوق أ وعلى بعد 100، فإذا اتزن القضيب. لو أنت ملاحظ إن ال 100 تربيع بتساوي ال 80 تربيع زي ال 60 تربيع، يبقى ده مثلث قائم الزاوية. بس قائم إزاي؟ تعال أشرح لك. بص معايا، الحاجات دي مهمة أوي إن أنت تعرف المثلث قائم. القضيب هو اللي 60 حلو، والتاني 80، والوتر ده هو اللي 100. يبقى خلي بالك إن الخيطين متعامدين، بس التعامد فين؟ ده الوتر هو اللي 100 اللي هو على الحيطة ده. يبقى انت لما تيجي ترسم القضيب مع الخيط الثاني، يعني تحاول تخلي كأن الزاوية دي 90. طبعا هي مش واضحة قوي كده 90، نظبطها مفيش مشاكل، يعني نحاول نقربها من الزاوية 90، نميل دي كمان شوية اهي، ودي مثلا كده، يعني كده اقرب حاجة للزاوية 90. الزاوية 90 وهقول لك ليه حالا. خلاص حلو جدا. ده القضيب اللي هو أ ب طوله كام؟ طوله 60 ومنتظم، يعني في المنتصف. سمي النقطة دي د ودي أدي دي. طبعا ده خيط أهو، صب طرفه أ في مفصل في حائط رأس، والطرف ب مربوط بخيط طوله 80، دي 80، وطبعا دي 60 يعني 30 30. في نقطة على حائط رأسين فوق أ، النقطة دي اسمها ج، حيث أ ج دي ب 100، عشان كده قلنا إن ده مثلث قائم الزاوية. فاتزن القضيب، عايز الشد. ماشي، أنا قوة الشد ماشية في الضلع ده، والوزن يا باشمهندس هنا، وهمده على استقامته، يعني الوزن بيأثر هنا، لا بس أنا همده على استقامته فوق، الشكل ده كده، حلو، وهسمي النقطة دي هاء. خلي بالك الوزن ماشي في الضلع ده، الوزن اللي هو كام؟ الوزن اللي هو واو، معرفوش. ده في النص، وده أهو بيوازي الحيطة، يبقى إذا هاء في النص، يبقى إذا دي قد دي، دي كل ده 80، يبقى ده 40 وده 40. جميل جدا. فاضل مين؟ فاضل رد فعل المفصل اللي عند ألف. يقول لهم أنا وراكم، مش أنتوا تلاقيتوا في هاء؟ أه. فقال لهم أنا وراكم وراكم وراكم، أنا أجي هنا عند هاء. خلي بالك مثلث القوى ده إحنا كررناه كتير جدا، ده رد الفعل ماشي في الضلع ده، والشد ماشي في الضلع ده اللي هو هاء ج، والوزن بيوازي الحيطة، يبقى أنا ممكن أجيب الوزن في الضلع ده وأسيبك من هنا خالص. طيب الوقت يا باشمهندس فاضل لي الاطوال، انا معايا الواو ضلعها 100، الهاء ج ضلعها 40، فاضل لي الالف هي. طيب الوقت، هل الزاويه دي 90 عشان اقول ده متوسط خارج مقياس القايمه؟ لا، ده دي الزاويه دي هي اللي 90. طب هعمل ايه؟ ركز معايا. الوقت يا باشمهندس انا معايا ايه هنا؟ انا معايا توازي، صح؟ تمام، يبقى انا معايا تشابه. ماشي، بس التشابه هيفيدني في ايه؟ اقول لا 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 مش محتاجين كل ده. بص 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 معايا بطريقه سهله قوي، انت عندك د في النص وهاء في النص، صح؟ يبقى د هاء بيوازي ا ج وبيساوي نص، يبقى اذا د هاء ده بكام؟ ب 50. كلام جميل جدا. يبقى المثلث الصغير ده برضه مثلث قايم. طب يا باشمهندس انا مش عايز دي، ده انا عايز ده اهي، عايز الالف هاء ده اهو. طب انا اقول لك، مش الالف هاء ده اهو موجود في المثلث ا ب هاء؟ اه. مش الضلع ده ب 60 والضلع ده ب 40؟ اه. من فيثاغورس سيب ده لانه هو قائم في ب. المثلث ده اهو اللي بالاحمر، المثلث ده قائم في ب، الضلع ده 60 وده 40، و ا ه ده الوتر بتاعه، يبقى اقدر احسب ال ا ه عباره عن جذر 40 تربيع زائد 60 تربيع. بسم الله، جذر 40 تربيع زائد 60 تربيع ب 20 جذر 13 سنتيمتر. كلام جميل.
يبقى انا عرفت الالف ه ده ب 20 جذر 13. احنا خلصنا المساله من غير اصلا ما نحتاج الضلع. يبقى رد الفعل على الضلع بتاعها اللي هو 20 جذر 13 هيساوي الشد على الضلع بتاعها اللي هو 40 هيساوي الوزن على الضلع بتاعه اللي هو اوميجا. حلو كده؟ حلو. طبعا لازم هجيبها بدلاله واو. ليه؟ لان انا بالنسبه لي كل فوق مجاهيل، فانا بجيبه بدلاله واو. هو عايز قياس اهو، عايز الشد ورد الفعل وقياس الزاويه. طبعا هو ما قاليش هنا بدلاله واو، بس انا غصب عني هجيبها بدلاله واو. يبقى رد الفعل بيساوي واو في ده، يعني 20 جذر 13 مضروبه في واو مقسومه على مين؟ على 100. طبعا 20 على 100 يعني 5، يعني جذر 13 على 5 واو. حلو كده؟ كلام جميل جدا. ثقل كيلو جرام. طب الشد هيبقى ده في ده على ده، يعني 40 في واو على 100. 40 على 100 يعني 4 على 10 يعني 2 على 5، يبقى 2 على 5 واو ثقل كيلو جرام. يبقى انا كده جبت رد الفعل والشد، اهو رد الفعل والشد بدلاله مين؟ طبعا هو هنا قال لك اوجد الشد، فهو كاتب الشد الاول اللي هو 2 على 5 وبعدين رد الفعل. بعد كده عايز زاويه ميل رد فعل المفصل على القضيب. الوقت ده المفصل وده القضيب، فهو عايز الزاويه دي. خلي بالك ان الزاويه دي موجوده في المثلث ألف ب ج القائم، سمي الزاويه دي مثلا سيتا، واختار اي نسبه مثلثيه طالما ده مثلث قائم. يعني مثلا لو اخترت الجا سيتا يبقى المقابل 80 على الوتر اللي هو 100، بما ان جا سيتا بتساوي 80 على 100، يعني 8 على 10 يعني 4 على 5. فاعمل شيفت ساين 4 على 5، شيفت ساين 4 على 5. طلعت معايا يا باشمهندس هو عايز زاويه ايه؟ زاويه ميل رد فعل المفصل على القضيب. اهو ده رد فعل المفصل على القضيب. جبنا الجا اللي هو المقابل ب 80 على الوتر، صح؟ فشفت ساين 4 على 5 ب 53، هو مطلعها دلوقتي 33 ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي المفروض عايز رد فعل المفصل قياس زاويه ميل رد الفعل. ما بص اه لا معذره، هو عايز زاويه ميل رد الفعل، يعني ميل الضلع ده اهو على القضيب. يعني عايز، مش عايز، بص دي مش سيتا، ده هو عايز الصغيره ده، ده هي بس دي مهمه جدا جدا. خلاص فدي شيلها، دي زاويه ميل القضيب مع الراس اللي انا جبتها. لا هو عايز الزاويه الصغيره اللي هي زاويه باء الف هاء، فانا برضه هسميها سيتا، بس انا هجيبها من مثلث باء هاء الف الصغير. يعني لما اجي اقول جا سيتا الزاويه ده اللي هي الصغيره، خلي بالك بس جا سيتا هيساوي المقابل ده اللي هو 40 على الوتر اللي احنا جبناه 20 جذر 13. يبقى 40 على 20 جذر 13. طبعا 20 فعل 1 20 فعل 2 يعني دي 2 على جذر 13. فهعمل شيفت ساين 2 على جذر 13. تطلع معايا فعلا كلامك مظبوط جدا، تطلع ان السيتا ب 33 درجه 41 دقيقه و24 ثانيه بالظبط. خلاص هو عايز زاويه ميل رد الفعل اللي هو الضلع ا ف على القضيب، يعني عايز زاويه ب ا ه. خلاص انما لو كان عايز زاويه ميل القضيب مع الراس هي دي. طبعا ده الخيط، ما يقول لي زاويه ميل الخيط مع الراس كنت جبت ج، انما ده القضيب. وصلت؟ دي مساله برضو كويسه جدا جدا وفكرتها كويسه. 16 بيقول لي قضيب منتظم ا ب طوله 90 وزنه واو ثبت طرفه ا في حائط راس بواسطه مفصل، ماشي. حفظ القضيب في حاله توازن في وضع افقي، دي سهله جدا جدا. ده هو قال لك حاله القضيب اهو، دي الحيطه وهو حفظ في وضع افقي بالشكل ده كده. حلو، ده القضيب اللي هو اسمه ا ب وزنه واو، وطالما منتظم يبقى تاثير الوزن ده في المنتصف، وليكن هنا مثلا ده كده وزنه واو في المنتصف، يعني دي قد دي وهو طوله 90 يبقى دي 45 ودي 45. حلو، ثبت طرف ا في حائط راس بواسطه مفصل، ا ده فيها مفصل. حفظ القضيب في حاله توازن وفي وضع افقي بواسطه خيط طوله 50، ماشي. يبقى ده ربطناه بخيط كده في الحيطه، دي ب ج، الخيط ده طوله 50 سم. ربط احد طرفيه بنقطه ج
على القضيب بتبعد بمقدار 30، دي 30. لو انت عايز تعرف حالة المثلث دي 30، دي 50، دي 90. بس هو قال لك ان احنا حفظنا القضيب، لا ثواني بقى، وهو وضع افق بواسطة خيط طوله 50 ربط احد طرفيه بنقطة جيبة عن القضيب بتبعد عن ألف بمقدار 30 سنتي. احنا ما كملناش السؤال. خلي بالك كده الرسمة مش مظبوطة. هقول لك حالا، دي برضو مسألة من المسائل الكويسة، شيل دي كمان. ايوه كده، هو قال لك انا المرة دي ربطته بخيط طوله 50 بس مش من باب، لان لو من باب كان لازم يحقق عكس فيثاغورس. قال لك انا ربطت احد طرفيه بنقطة جيم على القضيب، النقطة دي بتبعد عن الف 30. يعني انا بالنسبة لي ممكن اسمي النقطة دي كده جيم. طب ما دي كلها 45 صح، وجيم دي ب30 واسمي النقطة دي دال، يبقى دي 15 لان دي كلها 45. يبقى انا ربطته من النقطة جيم دي. يبقى انا الوقت يا باشمهندس ربطته باحد طرفي في نقطة جيم على القضيب طبعا عن ألف بمقدار 30، وثبت الطرف الاخر الثاني للخيط في نقطة دال على الحائط. يعني احنا جينا ربطنا من النقطة جيم دي للحيطة كده، فلما ربطناها هنا في نقطة اسمها دال تقع رأسيا فوق ألف، كده الرسمة مظبوطة. فعايز مني الشد في الخيط ورد فعل المفصل على القضيب. هنا بقى تقول لي ده الوزن والشد بعاد عن بعض وما مش منهم اي حاجة، فركز معايا عشان المسألة دي مهمة جدا جدا. طيب تعالى هشتغل بس بضمير شوية على الرسمة وبعد كده حلها حلالي. بص معايا دلوقتي، انا عشان الاقي الوزن بالشد هعمل حاجة جميلة، انا همد ده على استقامته، عندك مانع؟ بإذن الله لا. وهمد ده على استقامته بالشكل ده كده حلو، فدول هما الاتنين اتلاقوا في النقطة دي، هسمي النقطة دي هاء. فكده الوزن مع الشد فتلاقوا في هاء، يبقى هاء دي نقطة تلقي القوة، فرد المفصل يسكت؟ لا، يقول لهم أنا وراك أهو. يبقى أنا بالنسبة لي رد الفعل جاي هنا حلو، يبقى أنا بالنسبة لي ده الشد وده رد الفعل. عايز اعمل بقى مثلث القوة، ده اهم حاجة بالنسبة لي، اعمله ازاي؟ ركز معايا. رد الفعل جاي هنا والوزن نازل كده وده الشد. طيب يا باشمهندس هقول لك حاجة، ايه هي؟ لو انا خليت رد الفعل خارج كده والشد ماشي في الضلع ده كده، كلام جميل قوي، والوزن بيوازي الحيطة، فادي الوزن حلو. انت عارف انت كده عملت مين مثلث القوة؟ ده المثلث ده اللي هو المثلث ألف دال هاء، ده مثلث القوة، يبقى يلزمني أطواله. طيب أطواله إزاي بقى؟ ركز معايا عشان هنا الموضوع مهم جدا جدا. طبعا هي دي كل البيانات، الخيط ده كان ب50 فدي ب90، فمن فيثاغورس أقدر أحسب الألف دال، فالألف دال عبارة عن جذر، ها؟ طبعا من المثلث ألف جيم دال 50 تربيع ناقص 30 تربيع، 50 تربيع ناقص 30 تربيع تطلع ب40 سنتي، يبقى الألف دال ده بكام؟ سنت. الحمد لله ربنا سترها في واحدة. خلي بالك انت عارف الدال جيم، يبقى لازم توصل لي للهاء جيم دي بتساوي كام؟ وصلها ازاي؟ تعال نشوف. الوقت يا باشمهندس انا عندي حاجة مهمة جدا جدا، ايه هي؟ انا عندي ان الدال هاء ده بيوازي ده، فطالما في توازي خلي بالك الزاوية دي 90، يبقى الزاوية دي 90 بالتبادل، حلو جدا. والزاوية ده هتساوي الزاوية ده برضو بالتبادل، والزاويه ده هي بتساوي الزاويه دي بالتقابل بالراس، يبقى اذا المثلثين دول متشابهين. مين بقى؟ لو انا قلت اسمه ه د ج، المثلث ه د ج بيشابه المثلث ه اللي هي الاكس قد الاكس اللي فوق اللي هي ده، اكبين ده مرتين ه د ج، ماشي سمي دي بقى واو، يبقى دي واو خلاص، يبقى بيشابه المثلث الاكس اللي هي ه قد واو، وده اللي هي 90 قد الف، واللي بالتقابل بالراس اللي هي ج. طب اكتب النسبه كده، يبقى ه د على واو الف بيساوي د ج على الف ج بيساوي ه ج على واو ج. حلو، الهاء دال ده ما اعرفوش، على الواو الف، الواو الف ب 40، يبقى ه د على 40 هيساوي الدال جيم ب15 على الالف جيم، الالف جيم ب30،
هيساوي الهاء جيم. الهاء جيم معرفهاش، على الواو جيم، الواو جيم ب 50. لو انت ملاحظ دي 15 على 30، على 15 في 1 15 في 2، يعني دايما البسط نص المقام. لو البسط نص المقام يبقى الهاء د دي بكام؟ ما انا المفروض اقول الهاء د 40 في 1 على 2 يعني ب 20، يبقى الهاء د ب 20 سنتي. طيب والهاء ج هتبقى نص ال 50، يبقى الهاء ج ب 25 سنتي. ودي معلومات مهمه على فكره. الهاء د ده كده بكام؟ ب 20. وانا عرفت الهاء ج، الهاء ج بكام؟ ب 25. ده انا كده عرفت الهاء واو كلها على بعض، لان ده ضلع في مثلث القوى، فالهاء واو اصبح 25 و50 75. فاضل لي بس الهاء الف، والهاء الف ده موضوع سهل. شايف المثلث الف هاء د ده مثلث قائم الزاويه، الضلع ده ب 20 والضلع اللي هو ده الالف ب 45، يبقى الالف هاء هجيبها من الثسابورس، يبقى الالف ه بيساوي جذر 20 تربيع زائد 45 تربيع، 20 تربيع زائد 45 تربيع، ونحسب الكلام ده. 20 تربيع زائد 45 تربيع تحت الجذر بقى، جذر الأنصر، فطلع 5 جذر 97، 5 جذر 97. كده أنا عرفت الضلع ده كمان، بس كده. تعالى بقى نبتدي نشتغل، يبقى رد الفعل على الضلع بتاعه، يعني رد الفعل على 5 جذر 97 هيساوي الشد. خلي بالك الضلع بتاعه اللي هو الهاء واو كله 25 و50 75 هيساوي الهاء الف، سوري الالف واو اللي هو واو على الضلع بتاعه اللي هو 40، واو على 40. كده الثلاث حاجات مجاهيل، فانا هجيب بدلاله الواو، يبقى رد الفعل بيساوي 5 جذر 97 في واو على 40، 5 جذر 97 على 40 في واو. هنا على 5 فقى 1 على 5 فقى 8، يعني جذر 97 على 8 واو. ده كلام جميل جدا. ثقل كيلو جرام. طب الشد يبقى واو في 75 على 40، يبقى 75 على 40 واو. خلاص 75 على 40 يبقى 15 على 8 واو ثقل كيلو جرام. هتلاقي فعلا الاجابات اهو، الشد ب 15 على 8 والثانيه بجذر 97 على 8. دي برضو من المسائل المهمه جدا جدا، وفكره التشابه يا باشمهندس خدها معاك سكرين شوت لو انت محتاج. 17 بيقول لي قضيب منتظم ا ب يتصل طرفه ا بمفصل مثبت في حائط راس، اثرت في الطرف ب قوه افقيه، فاتزن القضيب عندنا كان يميل على الحائط بزاويه 45. هنا هو وضح لك حاله الاتزان بكل سهوله. قال لك اتزن القضيب ده لما كان مايل على الحيطه بزاويه 45 درجه، وعشان القضيب ده يتزن احنا اثرنا عليه بقوه افقيه من الطرف ده بالشكل ده كده. تاني بقى، قضيب منتظم اسمه ألف ب، يبقى دي مثلا الألف وادي الب، لا ب هي اللي في الحيطه، اي سوري الألف هو اللي في المفصل، ألف هو اللي في الحيطه، يبقى اذا النقطه دي هي الب. حلو كده. أثرت في الطرف ب أهو قوة أفقية، هنا في قوة اسمها قاف. فإذا كان وزن القضيب 4 ثقل كيلو جرام، طب ده قضيب منتظم، يبقى تأثير الوزن هيبقى في المنتصف وليكن من هنا مثلا، ويبقى عمودي لتحت، فده كده وزن القضيب اللي هو 4. طب عشان وزن القضيب ده يتلاقى مع القوة قاف، ما هو رد فعل المفصل في آخر حاجة، يبقى أنا لازم امد ده على استقامته اهو كده. يبقى انا بالنسبه لي ان القوه قاف دي مع الوزن تلاقوا في النقطه دي، فرد فعل المفصل يقول لهم ايه؟ يقول لهم وراك وراك وراكوا اهو. ده بالنسبه لي رد فعل المفصل، يقول لهم انا جاي معاك اهو. خلاص حلو. طيب دلوقتي الشد ده خارج والوزن ده نازل، فانا اعمل ايه يا باشمهندس؟ انا عايزهم ماشيين ورا بعض. القوة الافقية اهي، والوزن ممكن اجيبه كده، ورد الفعل يبقى خارج بس. يعني انا بالنسبة لي هجيب قاف هنا، والوزن اللي هو 4 هجيبه هنا لان هو بيوازي الحيطة، ورد الفعل بتاع المفصل قلنا يا اما داخل يا اما خارج حسب حالة الاتزان، فده رد الفعل. فاصبح المثلث ده مثلث القوة. طب ما تيجي نسمي دي د ودي هاء ودي ج. خلي بالك ان هاء دي منتصف القضيب، يعني دي قد دي، وانا رسمت اللي بيوازي الحيطه، فطالما هقف النص وفي توازي يبقى اذا ده في النص، يبقى اذا الضلع ده قد الضلع ده.
حلو جدا. وخلي بالك من حاجة، قال لك الزاوية دي 45 ودي 90، يبقى إذا ده 45 برضه، تمام. عايز دلوقتي مقدار القوة ورد فعل المفصل على القضيب. طب أنا أعرفه إزاي بقى؟ مش مهندس وأنا الحمد لله مش عارف أي أطوال هنا. طالما ما أنتش عارف أي أطوال يبقى أنت هتشتغل نسب. المثلث أ ج ب ده مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين. لو أنا فرضت إن الضلع ده نسبته واحد، نسبة، فهو متساوي الساقين، يبقى الضلع ب ج نسبته واحد. من فيثاغورس يبقى الضلع ب أ نسبته جذر 2، ودي مهمة جدا جدا. تاني، المثلث القائم متساوي الساقين نسب أضلاعه واحد واحد جذر 2. طيب دلوقتي لو دي كلها واحد، فيبقى الحتة ده الجيم نسبتها كام؟ ما دي قد دي، وباقي الجيم كله نسبته واحد، يبقى ده الجيم نسبته نص، يبقى ده نسبته نص. نسبة يا باشمهندس مش أطوال، وده نسبته واحد ودي 90، يبقى أقدر أجيب نسبة الألف ده. حلو، عايز تفرضها نسب، يعني افرض مثلا دي نص س ودي واحد س ودي جذر 2 س، عادي جدا، ودي واحد س، ماشي. عايز تسيبها نسب بس، عادي جدا. فانا فرضت ان ده واحد س وده واحد س، يبقى ده جذر 2 س. طب دي نصها، يبقى دي نص س ودي الواحد س. حلو كده، عظمه يا باشمهندس. يبقى انا بالنسبه لي الالف دال ده اقدر احسبه من فيثاغورس، يبقى عباره عن جذر نص س تربيع زائد واحد س تربيع، اللي هي س تربيع. نص تربيع بربع زائد واحد، يبقى خمسة على الأربعة، يعني جذر خمسة على الاتنين، وجذر س تربيع بس. دي لما تحسبها تطلع جذر خمسة على الاتنين س. يبقى أنا كده عرفت الألف ده خلاص، يبقى رد الفعل على الضلع بتاعه رد الفعل على جذر خمسة على الاتنين س هيساوي القاف على الضلع بتاعها، يعني قاف على نص س هيساوي الأربعة على الضلع بتاعها اللي هو واحد س. شيل السينات دي، ما عادش ليها أي لازمة. يبقى إذا قاف واحد بقاف هتساوي أربعة في نص باتنين، يبقى إذا القوة مقدارها 2 ثقل كيلو جرام. طب رد الفعل، رد الفعل في واحد برد الفعل، يبقى أربعة في جذر خمسة على الاتنين، أربعة في جذر خمسة على الاتنين، أربعة على الاتنين في الاتنين، يبقى 2 جذر خمسة ثقل كيلو جرام. يبقى بالنسبة لي يا باشمهندس 2 و2 جذر 5، يبقى أنا كده حسبت كل حاجة بفضل الله. برضه سؤال مميز جدا جدا، قلت لازم يبقى عندك ملكة إن أنت تبقى بتعرف تعمل هندسة للشكل بصورة كويسة. 18، ساق منتظمة قابلة للحركة حول أحد طرفيها شدت جانبا بقوة أفقية تؤثر في طرفها الآخر وتساوي نص ثقل الساق. عايز قياس زاوية ميل الساق على الرأس عندما تتزن، وذلك رد الفعل عند الطرف الاول. نفس فكره المساله اللي فاتت، انت معاك ساق متثبته في حيطه بالشكل ده كده، وجيت شديت الطرف ده بقوه افقيه قريبه جدا من المساله اللي فاتت. هنا بالنسبه لي في قوه افقيه، وهنا بالنسبه لي في قوه الشد. خلاص، عشان الاقي القوه مع الشد او مع الوزن، ما خلي بالك دي ساق منتظمه، فتاثير الوزن هيبقى في المنتصف، يعني هيبقى جاي كده عمودي لتحت. طبعا ما قاليش وزنها برضه، فانا هسمي مثلا وزنها واو. فعشان نلاقي الوزن مع القوه الافقيه كنا بنعمل ايه؟ كنا بمد دي كده على استقامتها بالشكل ده كده، فتلاقي ان هما كلهم اتلاقوا في النقطه دي، سميها د. طيب ركز معايا، النقطه دي هاء اللي انا نزلت منها بسمي دي باء مثلا، ودي الف ودي جيم. هاء دي في نص الساق بالظبط، يعني دي قد دي، وده بيوازي الحيطة، وهاء في النص، يبقى إذا ده في النص، يعني دي قد دي. كل دي معلومات مهمة. فاضل فين بقى؟ قال لك إن هي في طرفها الآخر وتساوي نص ثقل الساق، يعني كاف ده إيه؟ قاف دي بدل ما تبقى مجهول هتبقى عبارة عن نص واو، ما هي نص الوزن. فهو عايز إيه؟ هي قابلة حول أحد طرفيها، قابلة للحركة، يعني فينا مفصل عند ألف. حلو. فطالما الشد مع القوة تلاقوا في النقطة ده، فالمفصل يقول لهم ايه؟ انا وراك. فده كده رد فعل مين؟ رد فعل المفصل، ونفس مثلث القوة بتاع المسألة اللي فاتت. الوزن بيوازي الحيطة، فهات لي الوزن هنا. والهنا دي ماشية، يبقى هنا نص واو. حلو. ودي ايه؟ دي 90. وكده رد الفعل ماله؟ رد الفعل خارج كده. يبقى اذا ده مثلث القوة. هو عايز ايه؟ هو عايز مني زاوية ميل الساق على الرأس، يعني عايز الزاوية ألف ده ايه؟
الحته دي على بعضها. عندما تتزن ورد الفعل عند الطرف الاول يعني عايز رد الفعل ده. طيب بص معايا كده وركز يا باش مهندس. طبعا مثلث القوه هو المثلث ا ج د. لو انت ملاحظ دي نص واو ودي واو، طالما القوه اللي هنا نص اللي هنا يبقى الضلع اللي هنا نص اللي هنا. يعني ايه؟ ما هي القوه بتتناسب مع الاضلاع، مش انا المفروض اقول ده الجي مع الضلع بتاعها اللي هو نص واو بيساوي الالف جيم على الضلع بتاعه اللي هو واو. فلو قلت بسط على بسط يبقى ده الجيم على الف جيم بيساوي نص واو على الواو، شيل دي مع دي يبقى نص. يبقى البسط نص المقام، يعني ده الجيم نص ده. يعني انا لو فرضت ان ده الجيم طولها س يبقى ال ب ده طولها س، ما هي قدها. يبقى اذا الجيم الف طوله 2 س. خلي بالك اصبح ال ب ج س وس 2 س وده 2 س، يعني المثلث الكبير متساوي الساقين. يبقى اذا دي 45 ودي 45. يعني من اول واحده كده زاويه ميل الساق بفضل الله 45 حليناه. طب اعملها ازاي يا باشمهندس؟ هتعمل له دي الخطوه الاولى، وبعد كده هقول له بفرض د ج بيساوي س. يبقى اذا اللي قد د ج اللي هي ب د برضه بتساوي س. يبقى اذا ال ب ج كلها بسين وسين يعني 2 س. واقول له بما ان برضه الالف ج ب 2 س، اقول له اذا ب ج بتساوي الالف ج بتساوي 2 س. يبقى المثلث الف ج ب مثلث قائم متساوي الساقين. اذا زاويه ميل الساق على الراس تساوي 45 درجة بس. فده كده أول مطلوب بفضل الله. طيب ده س وده 2 س، تقدر تحسب لي الألف د من فيثاغورس؟ طبعا. تعال الألف د بيساوي جذر ده الوتر، يبقى الضلع ده تربيع يبقى س تربيع، زائد الضلع ده تربيع يبقى 2 س كل تربيع. 4 1 5 يعني جذر 5 س تربيع يعني جذر 5 س. يبقى رد الفعل على الضلع بتاعه اللي هو جذر 5 س، رد الفعل على جذر 5 س هيساوي الوزن على الضلع بتاعه اللي هو 2 س، هيساوي رد الفعل على الضلع اللي احنا جبناه، قلنا رد الفعل يبقى نص الوزن على الضلع بتاعه اللي هو س، نص الوزن على الضلع بتاعه اللي هو س. شيل السين دي مع السين دي مع السين دي، عظمه، جميل جدا. طيب الوقت يا باشمهندس هعمل ايه؟ خلي بالك ان دي نص واو ودي واو على الاثنين يعني نص واو، فالنسبه دي متساويه. هو عايز مني رد الفعل واكيد هيبقى بدلاله الواو. رد الفعل يبقى رد الفعل هيساوي هيبقى نص واو في جذر 5، ما انا خدت النسبه اهي مع النسبه الاخيره، فرد الفعل في واحد برد الفعل يبقى نص واو في جذر 5، يعني جذر 5 على الاثنين واو، يعني جذر 5 على الاثنين من وزن الساق. يبقى ده بالنسبه لي رد الفعل، وده سؤال برضو جميل جدا جدا يا باشمهندس. خلاص هل فيها مشاكل؟ سهله، وتعال نشوف اللي بعده. 19 بيقول لي وضع قضيب منتظم وزن 4 نيوتن على مستويين املاسين متقابلين ويميلان على اقرب زاويه قياسهما 30 و60، بحيث يقع القضيب وخط اكبر ميل للمستويين في مستوى راسي واحد، اوجب مقدار الضلع على كل من المستويين وكذلك كذلك زاويه ميل القضيب على الاخرى حتى وزن. طيب هو الوقت عايز منك، او دي فكره المساله اللي زي اللي كانت في الاخطر، اللي هو القضيب اللي بيستند على مستويين ميلين. دي فكره من الافكار المهمه. بنعمل واحد كده، هو قال لك ما بين مستويين، واحد قياسه 30 والتاني 60. يعني عايز ترسم دي كده مثلا، ترسم التاني كده بحيث تبقى الزاويه حاول تخليها قريبه من 90. ماشي، فده مثلا 30 ودي 60 ودي زاويه مستقيمه، يبقى الزاويه ده بكام؟ ب 90. طيب القضيب بقى ما بينهم هما الاثنين، بس بيقول لك بحيث يقع القضيب وخط اكبر ميل للمستويين. خط اكبر ميل يعني ده في مستوى راس واحد، يعني هما الاثنين في نفس مستوى راس. ما يشغلكش الكلمه دي، يشغلك بس ان هو طالما المستويين دول مايلين مايلين يبقى القضيب ده هو لازم يبقى مايل، وليكن كده مثلا. جميل جدا. طيب الوقت ده مستوى املس صح، فرد فعله بيكون عمودي على المستوى من نقطه التلامس، يعني بيبقى بالشكل ده كده. حلو حلو. طب ما ده برضه لمس المستوى هنا، يبقى رد فعله عمودي على المستوى من نقطه التلامس.
يعني مثلا بالشكل ده كده. هو الشكل ده المفروض يبقى الأقرب للمستطيل، تمام؟ بس هي في حاجة، ده رد الفعل الأول، ده رد الفعل الأول، وده رد الفعل التاني. الاتنين اتلاقوا هنا، يبقى لازم إن الوزن بتاعه يتلاقى هنا. يبقى أنا بالنسبة لي الوزن بتاع، هو الوزن المفروض جاي من النص، بس لازم يتلاقى هنا، يعني هيبقى نازل كده. خلي بالك ده القضيب، هنسميه ألف ب، فده وزنه اللي بيأثر المفروض فين؟ في المنتصف أهي، والوزن بتاعه نازل هنا اللي هو كام؟ اللي هو 4. هي إيه اللي خلاها يتلاقى هنا من هندسة الشكل ده؟ طيب، الوقت ده عمود على المستوى، يعني الزاوية دي 90، والزاوية دي برضه 90، والزاوية دي برضه كام؟ 90. حلو، يبقى أنا بالنسبة لي الشكل ده ماله؟ مستطيل. هتلاقي ان القوة الثلاثة اتلاقوا هنا في النقطة دي، رد الفعل كده ورد الفعل الثاني كده، والأربعة نازلة هنا. يبقى أنا هنا عايز زوايا، أجيب زوايا إزاي؟ بص معايا. ممكن تعمل خطوط أفقية وهتريح دماغك من حاجات كتير قوي. يعني لو عملت هنا خط أفقي كده بيوازي لتحت، وليكن بالشكل ده كده، وخط أفقي هنا كمان بيوازي لتحت، والله بالمرة خط أفقي كده كمان بيوازي. بص أنا عملت كام خط أفقي؟ عشان اشتغل توازيات بقى واريح دماغي. بص معايا وركز، ده كده بيوازي الارض، بيوازي ده اهو، بيوازي ده اهو. حلو، فلو دي 30 فده 30، ولو دي 60 فدي 60، وده منطقي 30 90 60. طب دي 90 انا خدت منها 30، يبقى اذا الزاويه ده هي كام؟ دي كلها على بعض ب 60. طب ما دي 60 يبقى اللي جنبها ده هي كام؟ 120. حلو جدا، دي كلها معلومات. خلي بالك انت برضه هنا عندك توازي. ازاي يا باشمهندس؟ خلي بالك ده اهو بيوازي ده اهو، فده كده حرف زد. طيب هتقول لي يا باشمهندس انا الوقت مش عارف الزاويه دي كام؟ لا اقول لك الوقت يا باشمهندس، انا جبت دي 60 ودي 120، صح؟ ايوه. طب انا بالنسبه لي الزاويه دي كلها على بعض ب 90، واحنا قلنا الزاويه دي ب 90، خدت منها 30 تحت، يبقى فاضل 60. اشتغل بس، هي لعبه مثلثات ليست الا، تمام؟ خلي بالك ان ده نازل عمودي، يعني الزاويه دي 90، تمام؟ فده 30 يبقى ده 60، وده هي برضه 90 يبقى ده 30، كلها بقى ستينات وتلاتينات وعيش حياتك. طب اقول لك حاجه جميله، يا باشمهندس بص كده معايا، مش انا بالنسبه لي ده هو مستطيل، يعني ده اهو بيوازي ده، فشايف حرف زد اللي انا همشي ده؟ بص بص بص، همشي بالقلم اهو بالاحمر، ده 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 حرف زد، صح؟ فلو دي 30 يبقى الزاويه دي كام؟ 30، يبقى الزاويه دي بكام؟ ب 60. طب تاني، مش ده اهو بيوازي ده؟ فلو دي 60 يبقى ده كام؟ 60. حلو جدا، الوقت دي 90 ودي 60، يبقى لازم ان دي كام؟ 30. طب ده 60 يبقى دي 60، ودي 30 يبقى دي 30، دي 90 يبقى ده ايه؟ 90. كلام جميل جدا يا باشمهندس، ده انا كده يعتبر جبت كل حاجه. جبت كل حاجه. بص بقى معايا، ادي الاربعه اللي نازله الوقت يا باشمهندس، انا هاخد الاربعه على جا الزاويه بين الرد الاول والرد الثاني اللي هي 90، يعني 4 على جا 90 هيساوي رد الفعل الاول على رد الفعل الثاني على رد الفعل الاول على جا الزاويه بين القوتين الثانيين اللي هي راء 2 والوزن اللي هي دي 60 و60 120 وكمان 30، يبقى جا 150. طب رد الفعل الثاني 30 و60 و30، يبقى جا 120. حلو كده، كلام جميل جدا. تعالى نشتغل، جا 90 دي بواحد، يبقى رد الفعل الاول في واحد برد الفعل هيساوي 4 في جا 150 اللي هي نص، يبقى ب2، والوحده كام؟ الوحده نيوتن. طب رد الفعل الثاني هيساوي 4 في جا 120، يعني 4 في جذر 3 على 2، يبقى 2 جذر 3 نيوتن. ده رد الاول والرد الثاني بفضل الله. وبعد كده يا باشمهندس عايز مني حاجه مهمه، اهي بيقول لي قياس زاويه ميل القضيب على الافق. قياس زاويه ميل القضيب على الافق اللي هو ايه؟ ده القضيب اللي هو ألف ب، والخط ده هو المنقط، ده الافق، يعني هو عايز الزاويه ده اهي. خلاص؟ طب اجيبها ازاي؟ ركز معايا. انا عندي النقطه دي ميم، دي نقطه تلاقي القطرين مثلا، خلاص؟ سمي دي جيم مثلا. فانا عندي كذا حاجه ممكن اجيب بها الزاويه، ممكن اشتغل مثلثات كتير، بس الاسهل دلوقتي من خواص قطرين المستطيل ان بينصف كل منهما البعض، وانا عندي الزاويه دي 60
الزاويه اللي فوق ده اهي كانت 60 وفضل هنا 30، فده هتبقى 30. بس ليه؟ من خواصه ان الميم الف ده اهي قد الميم ج، طالما الزاويه دي 60 المثلث هيبقى متساوي الاضلاع من الاخر. تمام تمام، يعني دي 60 ده هي 60 دي برضه 60، بس ايه نهين ال 60 دي وانا عندي اللي تحت ب 30، يبقى زاويه ميم الف وسمي ده اهي مثلا واو، يبقى زاويه ميم الف واو بكام؟ ب 30 يا باشمهندس. خلاص طب اقولها له ازاي؟ قالوا بما ان ميم الف بيساوي ميم ج والزاويه دي 60، يعني مثلث متساوي الساقين في زاويه 60، يبقى المثلث ده اتحول مثلث متساوي الاضلاع. يبقى اذا يا باشمهندس زاويه ميم الف واو عباره عن ال 60، شيل منها ال 30 اللي تحت. وصلت؟ يبقى انا بالنسبه لي اقول له بما ان ميم الف بيساوي ميم ج، ماشي، بس انا مش معايا اطول، وبما ان قياس زاوية ألف جيم ميم بتساوي 60 درجة، يبقى المثلث ألف ميم جيم متساوي الأضلاع. يبقى إذن قياس زاوية جيم ألف ميم ب 60، جيم ألف ميم بتساوي 60 درجة، بس مش عاوز دي، أنا عايز واو ألف ميم. إذن قياس زاوية واو ألف ميم اللي هي زاوية الميل على الأفقي 60 ناقص 30 يبقى 30 درجة. بس كده بس كده وكله جميل. اللي بعده 20 بيقول لي كرة ملساء من الحديد وزنها واو ثقل كيلو جرام مستقرة ما بين حائط رأسي أملس ومستوى مائل أملس. طيب دي كرة مستقرية ما بين حائط أهو حائط رأس ومستوى مائل أملس يميل على الأفق بزاوية اهي. طيب لو فرضنا ان دي الارض، المستوى المائل مائل كده، خلاص قال لك ان هو بيميل على الافق بزاويه هاء، المستوى ده مائل على الافق بزاويه دي اسمها هاء، فلو دي هاء يبقى الزاويه دي 90 ناقص هاء، والكره ما بينهم هما الاثنين، يعني الكره وليكن كده، دي بعيده قوي برضه، دي بعيده طبعا، الكرة مش هتيجي مظبوطة أحسن حاجة، لأن إحنا إيه مش عاملين زاوية الميل دي مظبوطة يعني، بس إحنا هنحاول كده. خلاص لا هنرسمها بإيدينا وخلاص. بص معايا كده، بسم الله، لا يعني بقول لك هرسمها بإيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هتبقى كرة معوقة، بس يا عم لا في أحسن من كده مثلا. خلاص فدي الكرة اهي، تمام تمام في اساسيات، ان الوزن هيبقى نازل من المركز عمودي وبيوازي الحيطة اهو كده، فهي قال لك وزنها واو، يعني دي نازلة كده بواو، مستقرة ما بين حائط رأس أملس مستوى ماء الأملس يميل على الأفق زاوية هاء، حيث وجدت هاء بتاعت على 5. لما تيجي ترسم لي مثلث للهاء كده وريح دماغك، مثلث صغير اهو، وادي الهاء الجتا مجاور على وتر، دي 3 دي 5 من فيثاغورس دي بأربعة. طيب فإذا استظهرت الكرة فأوجد الضغط على كل من الحائط ومستوى الأملس، طبعا رد الفعل بتاع المستويين دول هيبقى عمود عليه من نقطة التلامس ولازم يمر بالمركز كده، ورد فعل التانية هتبقى بالشكل ده كده. خلاص حلو جدا، ده بالنسبة لي مثلا سميه ر واحد وده سميه ر اتنين، طبعا دول جايين فين؟ في النقطة دي. عظمة جدا. عايز الزوايا هجيبها ازاي؟ ركز معايا دلوقتي، انا عندي ده بيوازي ده، فلو دي 90 ناقص ه يبقى الزاويه هي 90 ناقص ه، ودي 90، فمعايا 90 و90 180، يبقى ايه اللي غير السالب ه موجب ه، يبقى الزاويه ده هي حلو جدا، والزاويه دي 90، والزاويه دي برضو كلها 90، خدت منها ه يبقى دي 90 ناقص ه. طب ما دي 90 ناقص ه يبقى اللي في وشها دي 90 ناقص ه، طب ما دي كلها 180 يبقى دي عبارة عن 90 زائد ه. ليه؟ عشان يبقى 90 و90 180 واللي يلغي الموجب ه سالب ه. دي معلومات كلها مهمة جدا جدا. طيب فدلوقتي هاخد الوزن ده اللي هو واو على جا الزاوية اللي قصاده، يبقى جا 90 زائد ه، يبقى واو على جا 90 زائد ه. ركز معايا في الكلام الله يكرمك. رد الفعل، خلي بالك بقى انت هتاخد انهي زاوية؟ الزاوية ما بين الوزن وراها 2، 90 و90 180 وسالب ه، يبقى بالنسبة لي رد الفعل الأول على جا 180 ناقص ه،
هيساوي رد الفعل التاني. رد الفعل التاني فالزاوية ما بين ر واحد وواو اللي هي الزاوية اللي هي 90. خلاص دي كلها على بعض ب90، يبقى على جا كام؟ جا 90، وجا 90 اللي هي بواحد. 90 زائد في الربع التاني والجا موجبة وال90 هتغير الجا، فدي جتا ها. 180 ناقص في الربع التاني والجا موجبة وال180 متغيرش، فدي عبارة عن الجا ها. خلاص كلام جميل جدا وزي الفل. طبعا هو عايز منه ردود الفعل بدلالة مين؟ بدلالة الوزن، فدي الموضوع سهل. ر واحد هيساوي واو جا ها على جتا ها، واو جا ها على جتا ها، يعني واو وجا على جتا يبقى ظا، يبقى هي عبارة عن ظا ها. الظا مقابل على مجاور، يعني 4/3 واو ثقل كيلو جرام. طيب رد الفعل التاني هيساوي، رد الفعل التاني الواو في واحد بواو على دي اللي هي جتا ها، يعني واو على جتا ها ب3/5 مقام دي بسط، يبقى دي 5/3 واو، يبقى 5/3 واو ثقل كيلو جرام. دي برضو من المسائل المهمة جدا جدا، ولازم نعرف نتعامل مع الزوايا بطريقة جميلة. تعال نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك ايه. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس رقم 21 بيقول لي قضيب منتظم وزنه 20 ثقل كيلو جرام يستند بأحد طرفيه على مستوى رأس أمس والطرف الآخر على مستوى مائل. يبقى ده فكرة إن في قضيب ما بين مستويين، ها واحد رأسي والتاني مايل، مايل مع مين؟ مايل مع الأفق. هنفرض إن ده كده الأفقي، خلاص؟ فده مايل عليه. طيب على يميل على الرأسي بزاوية قياسها 60، يعني ممكن نخليه مثلا بالشكل ده كده. خلاص حلو جدا. ده بالنسبة لي كده المستوى الأملس، وده برضو مستوى أملس بس مايل، وقال لك إن زاوية ميل على الرأس دي ب60. طيب هو القضيب ده ساند، وقلنا طالما في ميلان يبقى القضيب ده هيبقى مايل. اهو نعمله بلون تاني كده، خليه مثلا بالشكل ده كده مثلا، اهو ايا كان. طيب تعالى نسميه ألف ب، فألف ب ده القضيب، ده قضيب منتظم، يبقى تأثير الوزن هينزل من المنتصف، يعني الحتة دي قد الحتة دي، فالوزن هينزل من المنتصف عمودي بالشكل ده كده اهو. حلو، كلام جميل جدا. فده الوزن اللي هو كام؟ اللي هو 20. نكمل. اوجد في وضع التوازن مقدار كل من ردي فعل المستويين وكذلك قياس زاويه ميل القضيب على الراس. طيب الوقت ده مستوى املس وده مستوى املس، فالمستوى الراسي رد الفعل هيكون عمود عليه، يعني جاي هيكون جاي بالشكل ده كده. طيب عشان الاقي القوه دي، فطبعا قوه الوزن ده هتتلاقي هنا اهي، يعني ده كده هكمله هنا. طب تعالى نجيبها من هنا اهي، مديت ده على استقيمتها، فيعتبر قطعه رد الفعل هنا. يبقى رد فعل ده لازم يطلع يعدي بيهم، احنا قلنا لازم نلاقي خطوط العمل اهو، فرد فعل ده كده هيبقى طالع بالشكل ده كده. يبقى دي عبارة عن النقطة اللي انا لقيت فيها القوة، هنسمي هنا مثلا ده رد الفعل الاول، وده بالنسبة لي رد الفعل التاني. يبقى انا كده لقيت القوة دي. طيب الوقت عشان احل المسألة محتاج هنا ايه؟ محتاج زوايا. ركز بقى معايا، نعرفين ان ده بيوازي ده، فلو دي 60 يبقى دي 60 بالتناظر، ودي 120 لان ده حرفيو. طب رد الفعل بيكون عمود على المستوى، يبقى اذا الزاويه دي بكام؟ الزاويه دي يا باشمهندس ب90. لو دي 60 ودي 90 يبقى الزاويه دي هي 30. طب ما الزاويه دي ب90 ودي 90 و30 120، يبقى فاضل هنا 60. لو دي 60 يبقى دي 60 بالتقابل بالراس، يبقى دي 120. جبنا الزوايا كلها، جبناها بفضل الله. طبعا قوه 20 يعتبر ان هي ماشيه في الضلع ده، وسيبك من اللي تحت دي خالص. فكده رد الفعل الاول ورد الفعل الثاني الزاويه منهم 120، يبقى 20 على جا الزاويه اللي قصادها، يعني 20 على جا 120 هيساوي رد الفعل الاول على جا الزاويه اللي قصادها. الزاويه اللي قصادها اللي هي دي، هي الزاويه ما بين رد الفعل الثاني والوزن. طب دي كام؟ 90 و60 يبقى 150، يبقى رد الفعل الاول على جا 150 هيساوي
رد الفعل التاني على جه الزاوية اللي قصاده، فالزاوية دي ب90 بإذن الله، يبقى الرد التاني على جه 90. طبعا جه 90 دي بواحد. رد الفعل الأول هيساوي ده في ده، يبقى 20 في جه 150 اللي هي نص على جه 120 بجذر 3 على 2، شيل دي مع دي، يبقى ده عبارة عن 20 على جذر 3 اللي هي 20 جذر 3 على 3، والوحدة بتاعتي ثقل كيلو جرام. خلاص 20 جذر 3 على 3. طيب عايزين رد الفعل الثاني، يبقى رد الفعل الثاني هيساوي 20 على جه 120 على طول، يعني 20 على جذر 3 على 2، يعني 40 على جذر 3 اللي ممكن نكتبها 40 جذر 3 على 3 ثقل كيلو جرام. يبقى احنا كده جبنا ردين الفعل. المطلوب الثاني يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ هو عايز مني زاوية ميل القضيب على الرأس. طيب زاوية ميل القضيب على الرأس اللي هي ايه؟ اللي هي الزاوية دي. ما بص القضيب اسمه ألف ب، فلو سميت مثلا النقطة دي جيم، يبقى هو عايز زاوية ألف ب جيم، سماها مثلا ايه؟ سيتا. طيب تعال نكبر مسألتنا ونشتغل كده هندسة شوية ونجيبها بكل بساطة إن شاء الله. بص معايا، عشان اجيب الزاويه دي فانا عايز مثلث. طيب ايه رايك، ايه رايك نوصل ده كده؟ ماشي يا باشمهندس، مفيش مشاكل خالص. فطبعا ده لما يجي هيجي عمودي، يعني الزاويه 90. حلو. طيب بص معايا، تعالى نسمي النقطه ده، احنا كتبنا مثلا ا ب ج، سمي ده ايه؟ د، سمي ده ايه؟ هاء، وسمي ده ايه؟ واو. مثلا شايف المثلث ألف واو دال؟ أيوه. ده 30 وده 90، يبقى الزاوية ده كام؟ الزاوية ده، الزاوية ده ب60. حلو. فده مثلث إيه؟ 30 60. طيب طول الضلع مقابل الزاوية 30 نص الوتر، يعني لو فرضت الضلع ألف دال ده بلام، يبقى الضلع ألف واو ب2 لام. صح، كلام جميل جدا. طيب بص معايا، عشان الوقت دي لام ودي 2 لام، يبقى انا اقدر احسب الدال واو من فيثاغورس. ايوه يا باشمهندس، يبقى الدال واو عباره عن جذر الوتر تربيع، يعني 2 لام الكل تربيع ناقص الضلع ده تربيع، يعني لام تربيع، يعني دي جذر 3 لام تربيع اللي هي جذر 3 لام. يبقى اذا الضلع اللي هو الدال واو ده بجذر 3 لام. لو الدال واو بجذر 3 لام، سمي النقطه دي مثلا كاف، يبقى الباء كاف دي برضه بجذر 3 لام. حلو جدا. انت عارف انا عمال اجيب ايه؟ انا عايز اجيب مثلا اي حاجه للزاويه سيتا دي. طب بص كده معايا، تعالى يا باشمهندس، عشان انا عندي دال في النص، ايه سوري، هاء في النص، هاء في نص القضيب، والدال هاء بيوازي الحيطه، يبقى اذا دال في النص، فلو الحيطه دي اسمها لام، يبقى الدال كاف دي برضه اسمها لام يا باشمهندس. عظيم جدا. طب شايف بقى المثلث اللي هو الف باء كاف؟ ايوه يا باشمهندس، عشان اجيب السيتا انا بقيت عارف ان الضلع ا ك ده اللي هو يعتبر المقابل ب2 لام، وبقى يعتبر معايا يا باشمهندس ب ك اللي هو المجاور بجذر 3 لام. يبقى انا ممكن احسب مين؟ احسب الظا سيتا هيساوي المقابل لام ولام اللي هو 2 لام على المجاور جذر 3 لام، شيل اللام مع اللام فتطلع معاك 2 على جذر 3. يبقى احنا عايزين نحسب قيمه السيتا. ثانيه واحده، فهنعمل شيفت تان 2 على جذر 3، تطلع معايا تقريبا ب 49 6 23، ايوه بفضل الله. تمام كده، يبقى انا بالنسبه لي ان السيتا 49 درجه 6 دقائق وتقريبا 24 ثانيه بالظبط. دي كده قيمه السيتا اللي هي زاويه ميل القضيب مع الراس. سؤال جميل جدا جدا، وفكرة الزاوية دي مهمة أوي أوي يا باشمهندس. خلاص احنا اشتغلنا على المثلث ألف د و وجبنا منه نسب، وحلينا بيه المثلث الكبير اللي هو ألف ب. تمام كده؟ تمام. السؤال اللي بعده 22 بيقول لي ألف ب قضيب منتظم وزنه 8 نيوتن يؤثر في منتصفه، وضع على مستويين أملاسين مائلين على أفق متقابلين متعامدين بحيث يقع القضيب خط أكبر من المستويين في مستوى رأس واحد. دي فكرة القضيب اللي ما بين مستويين. طب ركز كده ثانية واحدة، ده والافق اللي تحت، القضيبين محطوطين بس بحيث ان المستويين المايلين دول يكونوا متعامدين، يعني الزاويه بينهم 90. يعني مثلا لو ده مستوى اهو
فالتاني هيبقى عمودي عليه. نحاول يعني نخلي الشكل الزاوية 90 أكبر قدر ممكن، وليكن كده خلاص. فطبعا قال لك إن المستويين الأملاسيين دول عموديين، يعني الزاوية دي 90. القضيب بقى موضوع وسطهم يا باشمهندس. طيب قلنا عشان ترسم صح حاول إن أنت ترسمه مايل، فأنا هرسمه مثلا كده. خلاص كلام جميل جدا. طيب بعد كده يا باشمهندس، القضيب ده لمس المستويين عند نقطتين، فرد الفعل على المستوى الأملس بيكون عمود عليه، يعني ده هيبقى كده. أهو ده عمود عليه، وده برضه لازم يكون عمود عليه. وقلنا لازم برضه حاجة مهمة جدا جدا، إيه هي؟ أنا دلوقتي ده يعتبر رد الفعل الأول، وده يعتبر رد الفعل التاني، اتلاقوا في النقطة دي. فقلنا إن لازم الوزن بتاع القضيب هيتلاقى معاهم، ولازم هيمر بالنقطة اللي تحت دي، وقلنا دي تفصيلة مهمة جدا جدا. يعني أنا بالنسبة لي ده كده هيعدي بوزن القضيب، هيعدي بالنقطة اللي تحت دي. فهنا هيبقى تأثير وزن القضيب، وزن القضيب اللي هو كام؟ اللي هو 8. طبعا النقطة دي في النص، يبقى إذا دي قد دي. حلو جدا وزي الفل. فالقوة التلاتة متلاقيين هنا، ودي وزنها 8، يبقى انا كده لقيت القوة في النقطة دي. طيب تعالى نكمل السؤال. بيقول لك بحيث يقع القضيب وخط اكبر ميل، القضيب ده وخط اكبر للمستويين في مستوى رأس واحد، يعني الثلاثة دول مع بعض، ما هي دي الفكرة. تمام، عمودي على خط تقاطع المستويين، فإذا كان مقدار الضغط على المستوى عند الطرف ب، يعني مثلا القضيب ده اسمه ألف ب، فبيقول لي الضغط عند ب اللي هو رد الفعل عند ب ب4، يعني هو مدي لي دي، فمدي لي دي بكام يا باشمهندس؟ مدي لي دي ب4. اوجد في وضع التوازن مقدار الضغط على المستوى الثاني، عايز رد الفعل الاول، وعايز قياسي زاويتين ميل كل من المستويين على الافقين. يعني مثلا عايز الزاويه دي سميها سيتا 1، وعايز الزاويه دي سيتا 2. طيب احلها ازاي؟ ركز معايا. رد الفعل بيكون عمودي، يبقى الزاويه دي 90، الزاويه دي 90 وده شكله رباعي، يبقى الزاويه دي برضه ب90. لو دي 90 يبقى دي 90 بالتقابل بالراس. طب هعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ ركز معايا. انا هسمي الزاويه دي هاء 1، وهسمي الزاويه دي هاء 2. خلاص؟ انا حر سميتهم اي زوايا. طب دلوقتي يا باشمهندس تعالى اقول لك حاجه جميله جدا جدا جدا. مش دي 90؟ ودي برضه 90. فأنا بالنسبة لي الزاوية ما بين القوة 4 والوزن دي 90 زائد هاء 1، صح؟ يبقى أنا بالنسبة لي رد الفعل الأول على جهة 90 زائد هاء 1، واحد على جهة 90 زائد هاء 1 هيساوي رد الفعل الأول. خلاص الأربعة دي على جهة الزاوية اللي قصادها، خلي بالك من الزاوية اللي قصادها، الزاوية اللي قصادها اللي هي دي اللي هي 90 زائد هاء 2، يبقى راه 2 اللي هي 4 على جهة 90 زائد هاء 2 هيساوي الوزن اللي هو 8 على جهة الزاوية اللي قصاده، يعني 8 على جهة ايه؟ جهة 90، وجهة 90 بواحد. طيب 90 زائد في ربع التاني والجهة موجبة و90 بتغير، يعني دي جتا هاء 1 ودي هتبقى جتا هاء 2. فأنا أقدر أحسب جتا هاء 2 إزاي؟ مقام على مقام، يبقى جتا هاء 2 بيساوي بسط على بسط، يعني 4 على 8 فيها النص، شفت كوزاي النص، يبقى اذا هاء 2 ب 60 درجه. يبقى انا وصلت ان هاء 2 ب 60 ودي كلها 90، يبقى اذا هاء 1 بيساوي 30. هتقول لي يا باشمهندس مش دي الزوايا اللي انا عايزها، هقول لك بالراحه عليا كده وتعالى نركز. الضلع ده بيوازي ده، فده حرف زد، يبقى الهاء 1 بتساوي الزاويه دي. طب ما هاء 1 ب 30، يبقى اذا الزاويه دي ب 30. طب ما ده برضه حرف زد، فالهاء 2 بتساوي الزاويه دي، يبقى الزاويه دي بكام؟ ب 60. هتقول لي يا باشمهندس برضو انت كده ما عملتش اي حاجه، انا عايز اللي بره. اقول لك ما دول في مستوى واحد عمودي، فدي 90 دي 60 يبقى دي 30، ودي 30 يبقى دي 60. يبقى زوايا الميل المستويين دول على الخط الافقي 30 و60. وصلت؟ وصل. يبقى احنا كده وصلنا لزوايا الميل. لو انت عايز تعملها بخطوات سمى اي نقط، سمي دي مثلا جيم، سمي دي دال. فتقول لي بما ان الالف د بيوازي ب ج، يبقى قياس زاويه الف د ج بيساوي قياس زاويه د ج ب بيساوي 30 درجه، وبما ان الزاويه دي 90 يبقى الزاويه دي 60. طيب
بما ان ب د بيوازي الالف ج، يبقى الزاويه ده اللي هي ب د ج بتساوي زاويه الف ج د بالتبادل، فدي 60 بما ان ال 90 يبقى 30. انا مهم عندي ان انت تفهمها. يبقى انا بالنسبه لي الزاويه دي ب 30 والزاويه دي 60، دي زاويتين الميل. هو بعد كده عايز مني رد الفعل الاولاني ده. طب ما انا عارف ان رد فعل الاول على جتا هاء، يعني جتا 60 اللي هي جتا هاء واحد، هاء واحد ب 30، فدي جتا 30 بجذر 3 على 2 هيساوي 8 على جتا 90، يعني 8 على 1. يبقى رد الفعل الاول 8 في جذر 3 على 2 يعني 4 جذر 3، والوحده بتاعتي نيوتن. خلاص يبقى فعلا احنا كده جبنا رد الفعل الاول، وفهمنا احنا جبنا زوايا الميل ازاي بكل بساطه بفضل الله. السؤال اللي بعده بيقول لي كره ملساء جوفاء طول نص قطرها ناق وزنها 12 جذر 3 سفر كيلو جرام موضوعه على مستوى ماء الاملس يميل على الافق بزاويه قياسها 30. طيب دي فكره كره موضوعه على مستوى املس، وما تخافش منها خالص ان شاء الله هتبقى سهل. بص كده، ده المستوى المائل اللي بيميل على الافقي بزاويه قياسها كام؟ بزاويه قياسها 30. قال لك احنا جينا حطينا كره فوق المستوى ده وليكن بالشكل ده كده. خلاص حلو جدا. الكره دي اكيد تاثير الوزن بتاعها مفيش عليه اختلاف خالص، بيبقى بيكون نازل عمودي من المركز بتاعها بالشكل ده كده. فهي وزنها كام؟ قال لك وزنها 12 جذر 3، فده المركز. خلي بالك من حاجه مهمه جدا جدا، ايه هي؟ ان رد الفعل بتاع المستوى بيكون عمود عليه من نقطه التلامس، فدي نقطه التلامس ولازم يمر بالمركز، فده رد فعل المستوى الاملس اهو بالشكل ده كده. يبقى انا بالنسبه لي سميها مثلا ره واحد او ره، ما عندناش ضغطين او شدين. المهم حفظت الكره من الانزلاق على المستوى بواسطه ربطها بخيط من نقطه على سطحها. انا هربط الخيط ده بنقطه على سطحها، وطول الخيط بيساوي طول نص قطر الكره، وثبت نهايه الخيط في نقطه على المستوى المائل الاملس. يعني ايه يا باشمهندس؟ قال لك انا هربط الكره دي بخيط وليكن من هنا، وهثبت الطرف الثاني من الخيط في المستوى وليكن هنا. يعني انا بالنسبه لي ربطتها بخيط بالشكل ده كده اهو، ده الخيط اللي هي من النقطه دي للنقطه دي، وقال لك ان طوله بيساوي طول نص القطر، يعني دي نق. طيب ما من هنا لحد هنا دي برضو ايه؟ دي برضو نق. حلو جدا. فانا بالنسبه لي الخيط قلنا بنربطه من بره. المهم بيقول لك وثبت نهايه الخيط في نقطه على مستوى المائل، اثبت ان هو في وضع التوازن يكون الخيط افقي. عايز يثبت ان الخيط ده افقي، ثم اوجد مقدار الشد في الخيط ورد فعل السطح على كله. طب ركز معايا، لو انا سميت النقطه دي الف والنقطه دي باء والنقطه دي جيم مثلا، مش انا عندي الميم الف ده ايه؟ نص قطر برضه، يعني دي نق. حلو. والزاويه دي كام؟ 90. طب يا باشمهندس مش انا ده مثلث قايم وفي ضلع اللي هو الف ميم نص الوتر اللي هو ب ميم؟ اه. يبقى الضلع ده مقابل الزاويه 30، يبقى الزاويه دي 30. تعرف تقول لي المعلومتين دول؟ تعالى اقول له بما ان الف ميم بيساوي نق، وبما ان ب م بيساوي 2 نق. خلاص. والمثلث قائم في الف، يبقى اذا قياس زاويه م ب الف، م ب الف بتساوي كام؟ 30 درجه. الزاويه دي 30، ودي اللي هتثبت لي ان هو افقي. ازاي؟ ركز معايا، بص كده معايا الحرف الزد اللي انا هرسمه ده، ده وده وده، ده حرف زد. خلاص. فالزاويه ده ايه بتساوي الزاويه ده ايه؟ فطالما ده حرف زد والزاويه دي بتساوي الزاويه دي، يعني الضلع ده هو بيوازي ده. طب ما ده الافقي بيوازي ده، يبقى ده برضه افقي. يبقى انا بالنسبه لي ان الخيط ده ماله افقي يا باشمهندس. خلاص. طب هنقولها ازاي؟ سمي النقطه دي مثلا د، سمي مثلا هنا هاء، ايا كان يعني مش فارقه، او نقطه التلاقي هنا. فاقول له بما ان زاويه م ب الف بيساوي قياس زاويه اللي تحت ده على طول اللي هي د، وهما في وضع تبادل، يبقى اذا اللي فوق اللي هو ب م بيوازي اللي تحت اللي هو د الهاء، اذا الخيط افقي. حلو حلو.
بعد كده انا عايز بيقول لك انا عايز الشد في الخيط. خلي بالك ده رد الفعل وده الوزن، فالشد ماشي في الضلع ده، تمام، ان هما كلهم متلاقيين في النقطه دي، وعايز رد فعل السطح. طيب احل ازاي؟ ركز معايا، دي 90 ودي 30 يبقى دي كام؟ 60. طب ما دي كام؟ 30. ده خط مستقيم يبقى دي كام؟ 150. طب ما ده خط مستقيم، دي 60 يبقى دي كام؟ 120. بس يبقى انا بالنسبه لي رد الفعل على جه الزاويه اللي قصاده يعني جه 90، يبقى رد الفعل على جه 90 هيساوي الشد على ايه؟ الشد على جه الزاويه اللي قصاده اللي هي جه 150، يبقى جه 150 هيساوي الوزن 12 جذر 3 على جه الزاويه اللي قصاده اللي هي 120، يبقى جه 120. جه 90 دي بواحد، يبقى اذا رد الفعل بيساوي 12 جذر 3 على جه 120 اللي هي جذر 3 على 2، شيل دي مع دي، و12 في 2 ب 4 و20، والوحده بتاعتي ثقل كيلو جرام. طب الشد، الشد في واحد بشد هيساوي رد الفعل في جه 150، رد الفعل ب 24 في جه 150 اللي هي نص، يبقى 12 ثقل كيلو جرام، يبقى 24 و12، كلام مظبوط جدا. هو جاب الشد الاول اللي هو ب 12 وبعد كده رد الفعل اللي هو 24. دي مسألة جميلة وفكرتها كويسة. 24 بيقول لي قضيب منتظم أ ب يمكنه الدوران بغير عائق في مستوى رأسي حول مفصل في أ، يعني فكرة القضيب اللي هو متثبت في مستوى رأسي عند النقطة أ. ربط طرفه الآخر باء بخيط يمر على بكرة ملساء عند جيم أعلى أ تماما، يعني خلي بالك إن جيم هي اللي فوق، مش بس كده، جيم دي انا عامل عندها برك بكره، خلاص بكره ملساء، والبكره دي بتحمل ثقل بيساوي نص ثقل القضيب، البكره دي شايله وزن عباره عن نص واو. طيب والنقطه ألف هنا ده اللي مربوط فيها القضيب، وعند ألف دي في مفصل، هو اللي قال لي او يمكنه الدوران في مستوى رأسي حول مفصل في ألف، فالطرف الثاني باء، حلو، والطرف ده قال لك ان احنا ربطناه بيجد ثقل. أوجد قياس زاوية ميل القضيب إذا علمت أن أ ج بيساوي أ ب. طيب ده هيبقى مثلث متساوي الثقلين، يبقى أنا بالنسبة لي القضيب ده هيتزن كده مثلا، دي النقطة ب، ومن هنا أوصله بالحتة دي اللي هي فيها البكرة. خلي بالك إن الشد على جزئي البكرة متساوي، يعني لو هنا نص واو يبقى خلي بالك إن هنا هيبقى ماشي نص واو عشان دي بكرة ملساء، سيبك من دي خالص لان انا مش محتاج اللي بره. طب ده قضيب منتظم صح؟ يبقى وزنه بيأثر فين؟ في المنتصف. سمي النقطة دي دال، يبقى النقطة دي قد دي، يبقى تأثير الوزن هيكون في المنتصف، وهنكمله لفوق بالمرة بالشكل ده كده، خلاص ادي دال. ليه كملته فوق؟ عشان يقطع بالنسبة لقوة الشد اللي هي نص واو هنا، فالاتنين دول اتلاقوا في النقطة دي، فالمفصل يقول لهم ايه؟ انا وراك. رد فعل المفصل اخر حاجه اهو، فلو انت ملاحظ رد فعل المفصل ماشي كده ونص الوزن ماشي كده، ووزن القضيب اللي هو انا معرفوش، هو قال لك قضيب منتظم يكون مش عارف، فدي واو خلاص، فده بيوزن الحيطه، يبقى انا هجيب واو هنا، عظمه وشبك من واو دي خالص، يبقى بالنسبه لي ده كده مثلث القوة اللي انا هشتغل عليه، وده اللي مهم بقى اعرف الزوايا بالنسبه لي. ركز بقى معايا الوقت، هو قال لي حاجة مهمة جدا جدا في السؤال، قال لي إن الضلع أ ج بيساوي الضلع أ ب، يعني ده مثلث متساوي الثقلين. طيب ركز معايا، ده في النص وده بيوازي الحيطة، يبقى إذا ه في النص، حلو جدا، وطالما في توازي ونقطة في النص يبقى النقطة التانية في النص، يبقى أ ه متوسط. مش بس كده، المتوسط في المثلث متساوي الثقلين بيكون عمودي على القاعدة، يبقى الزاوية دي كام؟ 90 درجة. طيب لو انا سميت او هي متسمي ا ه ج، مش المفروض ه ج او النص الوزن على الضلع بتاعه اللي هو ه ج؟ اه، يعني نص الوزن على ه ج هيساوي الوزن على الضلع بتاعه اللي هو ا ج، يبقى الوزن على الضلع بتاعه اللي هو ا ج، ودي اللي تهمني. لو انا قلت مقام على مقام يبقى ه ج على ا ج بيساوي بسط على بسط، يعني هيساوي نص الوزن على الوزن، شيل دي مع دي يطلع معايا بنص. ده مثلث قائم والضلع ه ج ده اهو
عبارة عن نص الوتر اللي هو ألف جيم. لو في ضلع في مثلث قايم نص الوتر يبقى ده مقابل لزاوية 30، يبقى إذا الزاوية دي بكام؟ ب 30. ولو دي ب 30 يبقى ده بكام؟ ب 60. ودي معلومات مهمة هقول لك هنستفيد منها دلوقتي إزاي. هقول له إذا قياس زاوية ه ألف جيم بيساوي 30 درجة. إذا قياس زاوية ه ج ألف بيساوي 60 درجة، فده مثلث 30 60. هو عايز إيه أصلاً؟ هو عايز قياس زاوية ميل القضيب على الأفقي. طب ما تسأل ده خلاص، إحنا خلصنا على فكرة. هو عايز زاوية ميل القضيب على الأفقي. طيب الوقت ده القضيب اللي هو ألف ب ميله على الأفقي، فده الأفق أهو، برسم خط أفقي كده. فهو عايز زاوية ميله على الأفقي، يعني عايز الزاوية دي. طيب الزاوية دي هجيبها ازاي يا باشمهندس؟ ركز معايا بقى. عشان جبنا دي ب 90، ايوه يا باشمهندس، فدي بكام؟ ب 90. خلي بالك المثلث ده متساوي الساقين، ودي 60، يبقى دي كام؟ 60. مثلث متساوي الساقين في زاوية 60 يبقى هو كله ستينات، فلو دي 30 يبقى دي كام؟ 30. طب ما خلي بالك دي كلها 90، خدت منها 30 و30 يبقى 60، يبقى فاضل هنا 30. يبقى زاوية ميله على الأفق ب 30 درجة، وده كلام مظبوط جدا. اكتبها له ازاي؟ تعال هقول لك بكل بساطة. بما ان ا ب بيساوي ا ج، اذا قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج بيساوي 60 درجة. اذا قياس زاوية ا برضه ب 60 درجة، لان ده مثلث متساوي الاضلاع. زاوية ا دي كلها ب 60 درجة، يبقى اذا زاوية ميل القضيب 90 ناقص 30. يبقى زاوية ميل القضيب هيساوي 90 ناقص 60، يعني 30 درجة يا باشمهندس. هو ده المطلوب. مسألة جميلة وفكرتها كويس. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 25 بيقول لي ا ب قضيب منتظم طوله 40 وزنه 12، استنى الطرف ا على حيط ومحمول بواسطة خيط مربوط على احد طرفيه في نقطة ج من نقط القضيب حيث ب ج ب 10، ومربوط طرف الاخر في نقطة د، تجعل حائط رأسيا فوق ألف. إذا كان القضيب بيميل على الرأسي بزاوية قياسها 60، فعايز في وضع التوازن مقدار الشد في الخيط. طيب ده الرأسي، حلو. القضيب ده بيميل مع الرأسي بزاوية كام؟ بزاوية 60. طيب وبعد كده يعني احنا الوقت، وهو قال لك ان هو يستند بطرف ألف على حيطه، يعني المفروض ان القضيب ده المفروض يبقى عامل كده، صح؟ بإذن الله. آدي أ وبميل على الرأس بزاوية 60، والقضيب ده اسمه أ ب، وقضيب منتظم يعني تأثير الوزن في المنتصف، هنسمي دي د، يبقى الوزن نازل من د بالشكل ده كده، عمودي وبيوازي الحيط، وزن اللي هو كام؟ اللي هو 12. طب ما هو بيقول لك طول 40 وده دي في النص، يبقى ده 20 وده 20، نكمل الكلام. طيب طرفه ألف على حائط رأس أملس محمول بواسطة خيط خفيف مربوط أحد طرفيه في نقطة ج حيث ب ج ب 10، احنا رابطينه من نقطة اسمها ج بحيث الباء ج ب 10، يعني أنا هفترض إن النقطة دي كده ج، فباء ج ده ب 10. طب ما دي كلها كانت 20، يبقى الباء دال دي أو الجيم دال دي برضه بكام؟ ب 10. ومربوط طرفه الآخر في نقطة د. طيب هو رابط من د لفوق، فمش هنسمي دي د، سماها أي حرف تاني وليكن ه مثلا. فأنا الوقت هاجي أربطه من النقطة ج دي فوق كده، تمام؟ النقطة دي اللي ربطناها د، وقال لك إن د دي فوق ألف، ماشي. بيقول لي إذا كان القضيب بيميل على الرأس بزاوية 60، خلاص عملناه إن هو بيميل مع الرأس بزاوية 60. عايز في وضع التوازن مقدار الشد في الخيط ورد فعل الحائط. طيب دلوقتي رد الفعل عند أ هيبقى عمودي، ليه؟ لأن ده مستوى ماء الأملس، فرد فعله عمودي، يعني هيبقى بالشكل ده كده. طيب فأنا بالنسبة لي، وركز بقى معايا ودي أهم حاجة في السؤال على فكرة، هتلاقي إن قوة رد الفعل مع الشد، ما هو الضلع ده ماشي فيه شد والضلع ده ماشي فيه رد الفعل، لازم 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 إن ده هينزل عمودي لتحت، خلاص؟ يعني أنا بالنسبة لي لازم القوة دي هتتلاقى، يعني لازم الخط ده يبقى على استقامة ده. ودي حاجات من هندسه الشكل ومن الزوايا، بس احنا عشان بنرسم كروكي فما بتطلعش معانا مظبوطه، بس انا قلت لك فكره الدرس ان انت تلاقي الخطوط كلها. فانا هعمل ايه؟ بص معايا كده، ده كده هيبقى نازل لتحت،
هتقولي يا باشمهندس ده مش نص القضيب، خلاص ملناش دعوه بس عشان الرسم كروب، يبقى دي 10 وسمي النقطه دي هي النهايه. كده اصبح ان الثلاث قوى، طبعا ده اللي هو وزنه كام؟ 12. اصبح الثلاث قوى متلاقيين في النقطه دي. حلو جدا، ده الشد، ده الضرب الفعلي، ده الوزن. طيب عشان احل المساله يا اما احل بمثلث القوى، مثلث القوى فين؟ عادي ممكن اخد ده مثلث القوى. رد الفعل ماشي في الضلع ده اهو، والوزن بيوازن الحيطه، يعني ده 12. والله عرفت تجيب زوايا ماشي، عرفت تحلها بمثلث القوى ماشي. تعالى كده نشوف هنعمل ايه يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا ده بيوازي ده صح؟ فدي 90، ولو دي 60 يبقى دي 30، ولو دي 30 يبقى دي 60. حلو، لو دي 60 يبقى دي 120. طيب المثلث اللي هو ده اهو ه ا ك مثلا، ده 30 60، فطول الضلع المقابل للزاويه 30، نص الوتر. الوتر هنا اللي هو ب ا طوله 20، فنص الوتر، يبقى اذا الك ه دي ب 10. خلي بالك اصبح ان ج ه ب 10 وه ك ب 10، يعني المثلث ده اصبح متساوي الساقين، فلو دي 120 يبقى دي 30، دي 30. حلو جدا، على فكره دي اللي هتحلل الازمه. ازاي بقى؟ لو دي 30 يبقى اللي جنبها دي 60، يبقى اللي فوق ده 120، وطبعا دي 30 و90 يبقى ده 60. بس كده خلاص. يبقى انا بالنسبه لي بقى الشد على جهه الزاويه اللي قصادها، الشد على جهه الزاويه ما بين رد الفعل والوزن اللي هي 60 و30 90، يبقى الشد على جهه 90 هيساوي رد الفعل هيساوي الوزن اللي هو 12 على. طيب رد الفعل على جهه الزاويه اللي قصاده، رد الفعل اهو جهه الزاويه اللي قصاده اللي هي الزاويه دي 60 و90 150، يبقى جا 150، يبقى هيساوي 12 على جهه الزاويه اللي قصادها اللي هي دي، يبقى جا 120. احنا خلصنا، جا 90 بواحد، شين على واحد بشين، هتساوي 12 على جا 120 اللي هي جذر 3 على 2، يبقى 24 على جذر 3 يبقى 8 جذر 3 نيوتن. طب رد الفعل 12 في جا 150 يعني 12 في نص على جا 120 بجذر 3 على 2، شيل دي مع دي، يبقى 12 على جذر 3 ب 4 جذر 3 نيوتن. يبقى هي 8 جذر 3 اللي هو الشد، و4 جذر 3 اللي هو رد الفعل. ده كلام مظبوط جدا. ده السؤال 25. تعالى نشوف 26. 26 واعتقد ده الاخير ان شاء الله. قضيب منتظم ا ب طوله 6 متر وزنه 8، اتصل طرف ا بحائط راس مربوط بواسطه مفصل، حفظ القضيب في وضع افقي. دي اهم حاجه في السؤال، تعرف القضيب اتزن وهو عامل ازاي. طيب هو حافظ في وضع افقي بالشكل ده كده خلاص. قضيب اسمه ا ب، و ا هي اللي في مفصل في الحيطه، وده ب، طوله 6 متر ومنتظم، يبقى تاثير الوزن في المنتصف ماشي. يتصل طرف ا بحائط راس بواسطه مفصل، حفظ القضيب في وضع افقي بربطه من احد نقط ج، حيث ا ج ب 4. خلي بالك هو طوله كله 6، فلو فرضنا ان في نقطه هنا في النص اسمها د، يبقى ال د دي ب 3. هو بيقول لك بقى النقطه اللي ربطت بيها اسمها ج، و ا ج ب 4، يبقى من ا لحد ج ده ب 4، خدت 3 يبقى النقطه دي ب 1. طب ما كده 1 و 3 4، يبقى فاضل من ال 6 2، فدي الاطوال اللي تحت. طيب ربطناه من احدى نقط ج حيث ا ج ب 4 باحد طرفي خيط، ثم طرف ثم ثبت الطرف الثاني للخيط في نقطه د فوق الحيطه. يعني جيت ثبت النقطه د فوق الحيطه اهو، فادي د، طبعا ده الخيط يعني ماشي في قوه الشد. نقطه د على الحائط الراسي فوق ا على بعد 4 متر، فالمسافه دي 4 متر. طيب عايز مقدار الشد ورد الفعل في وضع الاتزان. تعالى بقى ننزل القوة بتاعتنا، الوزن ماشي في الضلع ده اهو، الوزن جاي من المنتصف اللي هي النقطة ده، فأدي الوزن اللي هو كام؟ اللي هو 8. الوزن لقى الشد في النقطة دي تمام، يبقى رد فعل المفصل يقول لهم ايه؟ وراك وراك اهو. ده كده بالنسبة لي رد فعل المفصل. لو جينا عملنا مثلث القوة، فده رد الفعل، وده الضلع ده ماشي فيه الشد، والوزن بيوازي الحيطه، يبقى اذا الثمانيه ماشيين. حلو جدا. لو انت ملاحظ حاجه، الضلع ا ج ده طوله 4، والضلع ا د ده طوله 4، يبقى المثلث ده قايم متساوي الساقين، يعني الزاويه دي 45 والزاويه دي 45. لو ده 4 وده 4، يبقى الدال ج
فيثاغورس عبارة عن كام؟ عبارة عن جذر 4 تربيع زائد 4 تربيع، يعني 4 جذر 2، والوحدة بتاعتي ثقل كيلو جرام. ده الجيم دي كلها. طيب انا دلوقتي مش عايز ده الجيم كلها، انا مش عارف في المثلث القوى الثمانية والضلع بتاعها اللي هو 4، لازم اجيب رد الفعل او الشد، اجيب الاطوال بتاعته، اجيبها ازاي؟ تعالى بقى نركز ونحاول واحده واحده كده باذن الله. دي ب 90 ودي 45، يبقى الزاويه دي 45، يبقى المثلث اللي هو ج د ه ده مثلث متساوي الساقين، ج د بواحد يبقى د ه دي بواحد، يبقى ال ج ه من فيثاغورس بجذر 2 اللي هي جذر 1 تربيع زائد 1 تربيع. طب ال ج ه بجذر 2 وانا جبت د ج كلها ب 4 جذر 2، شيل منها جذر 2 يبقى ده ب 3 جذر 2. كلام جميل جدا. ده مين؟ ده الهاء د. حلو قوي، ده انا كده جبت ضلعي كمان. طب فاضل ضلع، اقول لك سهل. شايف المثلث هاء ده الالف؟ اه ده مثلث قائم. دي ب 90 ودي بواحد ودي ب 3، يبقى اقدر احسب الهاء الف من فيثاغورس اللي هو عباره عن جذر 3 تربيع زائد 1 تربيع، يعني جذر 10 ثقل كيلو جرام. ده كلام جميل جدا، يبقى دي بالنسبه لي جذر 10. بس احنا خلصنا، يبقى رد الفعل الضلع بتاعه اللي هو جذر 10 هيساوي الشد على الضلع بتاعها 3 جذر 2، هيساوي الثمانية على الضلع بتاعها 8 على 4، 8 على 4 فعلا فيها الاثنين، يبقى ر في 1 بر 2 في جذر 10، يبقى رد الفعل ب 2 جذر 10 والوحدة ثقل كيلو جرام. بعد كده ش في 1 بش يبقى 2 في 3 جذر 2، يبقى ش 2 في 3 يبقى 6 جذر 2 ثقل كيلو جرام. ورد الفعل هو عايز الاول الشد اللي هو 6 جذر 2، وبعد كده رد الفعل ب 2 جذر 10. ده كلام مظبوط جدا. ده فعلا اخر سؤال صح؟ اه. طيب كده بفضل الله خلصنا المقال. بالنسبه للثلاث مسائل، في ثلاث مسائل مستويات عليا هتلاقيهم محلولين في فيديو السنه اللي فاتت ان شاء الله. كده بفضل الله خلصنا الاسئله المقاليه، فاضل لنا يا باشمهندس الاختبار، يبقى احنا خلصنا اول 5 دروس استاتيكا اللي هم يعتبروا المنهج الجديد. زي ما وضحت لك ان شاء الله احنا هنرجع لفرع الجبر، ممكن ناخد درس او اتنين، او ممكن ناخد درس واحد اللي هو الاسس الكسريه هناخده ان شاء الله، بعدين هنرجع لفرع الاستاتيكا اللي هم الدرسين الجداد اللي اتضافوا من ثالثه ثانوي، هنزل لك شرح ليهم وهنزل لك فيديو حل ليهم ان شاء الله. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى يكون تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت اشترك في القناه، فعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا جدا.